مشاهدينا ومتابعينا في كل مكان، السلام عليكم ورحمه الله. مساء الفل على حضراتكم، منوريني دايما ومشرفيني كالعاده في بيتكم الاهلي والاهلي الليله. اهلي الليله زي ما متعودين مع حضراتكم كل يوم بنقدم لكم كل اخبار الاهلي في كل مكان، وبنحاول نغطي كل اخبار النادي الاهلي. عندنا مباراه مهمه جدا زي ما حضراتكم عارفين بعد بكره ان شاء الله في السادسه مساء في استاد برج العرب، الاهلي في شبيبه الثوره الجزائري. مباراه مهمه جدا جدا بنستناها، وعندنا او كلنا امل في فريقنا ان هو دايما يكون عند حسن ظننا. ان شاء الله يكونوا رجاله كالعاده كالعاده، يكونوا رجاله وان شاء الله يحسموا المباراه، وتكون مباراة سهلة نسبيا بإذن الله في أرض الملعب. مباراة صعبة على الورق، صعبة في العموم، لكن إن شاء الله رجالة الأهلي سهلوها فعليا في أرض الملعب. عندنا قائمة بتضم محمد الشناوي وعلي لطفي. أقول لكم القائمة الأول قبل ما أقول لكم الأخبار والتفاصيل. محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وحسام عاشور وأحمد فتحي، قائمة ما شاء الله كلها أسماء من العيار الثقيل. أحمد فتحي وعلي معلول وسعد سمير وأيمن أشرف ورامي ربيعة ياسر إبراهيم محمود وحيد وعمرو السلية كريم ندفد ناصر ماهر محمد هاني رمضان صبحي حسين الشحات جونيور أجاي وليد أزارو مروان محسن وصلاح محسن وأحمد حمودي. ما شاء الله، يعني ما شاء الله ما شاء الله، لعيبه كتير جدا دخلوا القايمه، اسلحه للنادي الاهلي كنا بنتمنى انها تدخل من فتره كانت بره القايمه بداعي الاصابه، لكن الحمد لله كله بدا يرجع. اسماء اعتقد ان هيبقى في اريحيه لرسارتي ان هو يختار 18 اسم فعليا يبقوا في الملعب، ان شاء الله يكون التوفيق معاه ويختار الانسب والاصلح لهذه المباراه الهامه جدا زي ما قلت لحضراتكم. هكون مع حضراتكم في الفقرة الأولى، هيبقى معايا النجم الكبير أحمد سامي. أحمد سامي مدير فني عامل حالة في الدوري الممتاز بصراحة، عامل حالة في الفرق اللي بيمسكها، بيعمل معاها دور فني كبير جدا، وفجأة أحمد سامي بيختفي. كان قبل كده مع الجيش وبعد كده نجوم المستقبل وفرق كتير جدا، هيكون معايا في فقرة إن شاء الله تكون فقرة مميزة جدا. وانتوا عارفين ان احمد سامي هو صريح قوي وجريء قوي في تصريحاته، فاعتقد ان هي يعني فقره جديره ان هي تستنوها يعني باذن الله. هيكون معانا بعد كده النجم خالد العوضي، معاه ضيف جميل جدا دكتور محمد سراج عضو مجلس اداره النادي الاهلي، هيتكلم فيها برضو عن النادي الاهلي وكل التفاصيل اللي حضراتكم دايما بتتسالوا عليها. دكتور محمد سراج وجهه مشرفه كباقي اعضاء مجلس اداره النادي الاهلي الموقرين. لكن تعالوا نتعرف على اخبار النادي الاهلي قبل ما اكلمكم في مباراه الاهلي وشبيبه الثوره الجزائري. قلت لكم خلاص 22 لعيب في قائمه لاسارتي في هذه المواجهه الهامه جدا، هقوله لكم تاني برضو. محمد الشناوي اللي بيخوض تدريبات ثقيله جدا النهارده علشان يبقى قاعد، يعني عندنا احنا كمان كجمهور اريحيه ان هو قاعد ويكون جاهز على الاقل 90% لهذه المباراه. محمد الشناوي احكي لكم واقعه بسرعه، كان معايا في بتروجيت، كنت انا مدرب مع الكابتن رمضان السيد في بتروجيت، مسكنا بتروجيت، كان لنا الشرف ان احنا نمسك فريق بتروجيت فتره. محمد الشناوي من النوع، انتوا شفتوه المباراه اللي فاتت انكر رجله، شفتوا الوقعه كانت عامله ازاي وقد ايه كانت مؤثره جدا علينا احنا كمشاهدين، ان كان فيها اصابه كبيره قوي، يعني الانكل يعني كان شويه والحمد لله ربنا سترها يعني. وبالرغم من كده هو عايز يكمل، وقال لهم خلاص هكمل، وبدا كمان يجري، فمش قادر، خلاص هو مش قادر فعليا ان هو يكمل المباراه. لكن محمد الشناوي كان في مباراه عندنا في بتروجيت، محمد جاله شبه قطع في الرباط الداخلي وما طلعش من المباراه، كانت اعتقد مباراه زمالك حاجه زي كده يعني، كانت مباراه مهمه قوي، وفضل يلعب برجل واحده شوط كامل، والله العظيم يعني عمري ما انسى الواقعه دي. فمحمد الشناوي من اللعيبه اللي ممكن يستحمل اقصى درجات الالم اللي تتخيلوها، اللي يقعده ان هو مش قادر خالص بقى، فان هو يكون حتى سليم 40 50% اطمنوا جدا جدا ان هيبقى معانا حارس مرمى جاهز مليون في الميه. فمحمد الشناوي على لطفي مصطفى شوبير حارس واعد جدا، وان شاء الله يكون حاجه جميله جدا ومبشره زي كابتن شوبير كان حارس مرمى مميز طبعا، نجم مصر ونجم النادي الاهلي. حسام عاشور واحمد فتحي وعلي معلول، سعد سمير بيرجع تاني، ايمن اشرف، رامي ربيعه ايضا، رامي ربيعه، ياسر ابراهيم، محمود وحيد، السليه وندفد وناصر ماهر، محمد هاني، رمضان صبحي، حسين الشحات واجاييه وازارو، مروان محسن ايضا بيرجع تاني، صلاح محسن بيرجع تاني، واحمد حمودي. مروان محسن هو موجود، كان اشتكى شويه بس، لكن قايمه زي ما قلت لحضراتكم اسماء كلنا كنا بنتمنى القايمه دي تدخل من فتره طويله، والحمد لله بداوا كله او بدا اللعيبه كلها ترجع من الاصابه بشكل كويس. قلت لكم لاسارتي بيرفع الحمل التدريبي او الحمل البدني لمحمد الشناوي استعدادا لمباراه السبت
الهامة جدا. زودوا الحمل التدريبي والحمل البدني لمحمد الشناوي، كان امبارح كان في حمل قليل قوي على الشناوي، النهارده زاد استعدادا لهذه المباراة الهامة جدا. ايضا قلت لكم ان مروان محسن كان اشتكى من الام خفيفه في العضله الخلفيه، لكن الحمد لله دلوقتي عملوا فحص طبي لمروان محسن، واعتقد ان الدنيا كويسه جدا بالنسبه له وموجود في القائمه ان شاء الله يبقى موجود في المباراه. مروان محسن ماشي ولا اروع من كده، بسم الله ما شاء الله. عايزين كل اللعيبه تكون في نفس المستوى في نفس الجاهزيه الفنيه والبدنيه للكل. خلاص قلت لكم خضع لفحص طبي وتأكد سلامته بنسبة 100%. كمان لو معانا محمد على التليفون يا علبة. طيب ماشي نجهزه محمد. طيب ان شاء الله معانا على التليفون يطمننا على مروان اليوم. ولصارتي عمل ايه في التمرين؟ التمرين كان شكله ايه؟ اللعيبة كانت شكلها ايه؟ طمننا على اللعيبة المصابة، يطمننا على كل حاجة ان شاء الله بعد قليل. بعثة شبيبة الثورة الجزائري تصل القاهرة استعدادا للمواجهة المرتقبة أمام النادي الأهلي. أنا بقول لكم نص الخبر وبنتكلم فيه مع حضراتكم بشكلنا يعني. وصلت الساعة 6:00 بعثة شبيبة الثورة الجزائري. أكيد قلت لكم قبل كده إن هم ماشيين بشكل كويس قوي بعد مباراة الأهلي مع مدربهم الجديد. عاملين نتائج ولا أروع، أكيد كلهم أمل وتفاؤل كالعادة، يعني حاجة مشروعة أن أنا أبقى جاي عايز أعمل نتائج إيجابية مع النادي الأهلي، النادي الأهلي الكبير، النادي الأهلي العظيم. النادي الأهلي اللي قلت لكم في نشأة نادي شبيبة الثورة كان عايزين يجيبوا النادي الأهلي تكريما للمناسبة الكبيرة دي، أن هم عملوا حاجة يعني في الجزائر نادي اسمه شبيبة الثورة، كان عايزين يجيبوا النادي الأهلي يعني يبقى ضيف تقيل من نوع التقيل في افتتاح هذا النادي. النادي الاهلي راح كمان وعملوا معاه نتيجه طيبه ورسمي كمان مش بشكل ودي. فكلهم امل، كلهم تفاؤل، تصريحاتهم كلها ايجابيه وده مشروع جدا، لكن اكيد المباراه هتبقى مختلفه جدا يا جماعه. والنادي الاهلي لما بيكشر عن انيابه ويبقى الموضوع يعني ما يقبلش الاسم على اتنين ان شاء الله باذن الله بيكون الدفه رايحه للنادي الاهلي. اجتماع فني لمباراه الاهلي مع شبيبه الثوره ظهر غد ان شاء الله بعد الصلاه، اعتقد هتبقى على طول هيكون في اجتماع في احد الفنادق بمدينه برج العرب. طيب قبل ما اقول لكم الخبر معايا زميل العزيز محمد طه يطمننا على كل اخبار المران. محمد طه اهلا بيك. برحب بيك كابتن حميد وبرحب طبعا بكل مشاهدي قناه نادي الاهلي. بالفعل طبعا اختتم اليوم الاهلي تدريباته وطرانه الاخير قبل طبعا السفر للاسكندريه لمعسكر مباراه الجوله الاخيره من دوري ابطال افريقيا. حاله من الثقه وحاله من يمكن الارتياح حتى من جانب المدير الفني وحاله من الحماس على اللاعبين وضحت النهارده بشكل كبير جدا ان شاء الله تنعكس طبعا داخل الملعب اداء ونتيجه باذن الله لفريق النادي ده. يمكن بدا النهارده الفريق التجمع في الثانيه عصرا وكانت هناك محاضره من مستر لاسيركي قبل المران مع اللاعبين واتكلم فيها مع اللاعبين عن ضروره الفوز في هذه المباراه وضروره الظهور بشكل جيد وكمان اتكلم معاهم قال لهم ان انتوا هيكون موجود قدامكم الجماهير وهتدعمكم ولازم تظهروا قدامهم بشكل جيد جدا ولازم تستخدموا هذه الاداه ان هي تكون حافز كبير ليكم ويظهر الاهلي بشخصيته المعتاده والمعروفه. كان ايضا في جلسه منفرده مع سعد سمير وحسام عاشور بتعليمات خاصه ربما لهذه المباراه كانت تعليمات منفرده. ايضا يمكن اليوم هيكون بالليل برضه النهارده في المعسكر في محاضره بالفيديو للاعبين بعد وجبه العشاء عشان يشرح ليهم مستر ساسي كل الاخطاء وكل الجوانب الايجابيه والسلبيه لفريق شبيبه الثوره. ايضا النهارده يمكن علي معلول ورامي ربيعه ومروان محسن يمكن النهارده ما ادوش التدريبات ويمكن الناس اتكلمت على علي معلول او صبته حاجه لكن هو شعر باجهاد بدني عادي جدا وفضل مستر لاسيركي ان هو يريحه من التدريبات بشكل كامل يمكن عمل بس شويه جري كده حول الملعب لكن مفيش اي حاجه وعلي هيكون موجود ان شاء الله في المباراه. ويمكن محمد الشناوي برضو النهارده بدا طبعا ياخد الحمل التدريبي الاعلى
استعداداته طبعا لهذه المباراه، ربما يكون في الاحتياطي لهذه المباراه، لكن ده هنشوفه من خلال المباراه. ايضا باقي اللاعبين اللي هم كانوا مصابين واللي كانوا موجودين في فترات التاهيل استمروا في تاهيلهم. يمكن التمرين النهارده كان عباره عن بعض الجمل التكتيكيه والفقرات على التصويب على المرمى، وركز طبعا مستر لاسارتي على التصويب على المرمى بشكل كبير جدا، وشارك فيه بعض اللاعبين اللي هيكونوا ان شاء الله اساسيين في هذه المباراه. ايضا تدرب اليوم مع الكابتن طارق سليمان، علي روبسي، ومصطفى شوبير، وحمزه علاء، واحمد طارق في فقره تدريب حراسه المرمى. والطبع القائمه زي ما حضرتك اكيد اعلنت وزي ما المشاهدين عارفين هي، يعني نقولها تاني، يمكن محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وحسام عاشور واحمد فتحي وعلي معلول وسعد سمير وايمن اشرف ورامي ربيعه وياسر ابراهيم ومحمود وحيد وعمرو السوليه وكريم ميدفيد وناصر ماهر ومحمد هاني ورمضان صبحي، حسين الشحات، جونيور اجاي، وليد ازار، ومروان محسن، وصلاح محسن، واحمد حمود. واستبعد مستر لاسارتي 7 لاعبين، شريف اكرامي، وليد سليمان، وحمدي فتحي، وهشام محمد بسبب الاصابه، ومحمد نجيب طبعا لعدم جاهزيته في الفتره الاخيره، اسلام محارب، ومحمد شريف لاسباب فنيه. مصطفى شوبير طبعا عدم وجوده في القائمه الافريقيه وضمه في قائمه الفريق اللي سافر للاسكندريه، ده طبعا بتعليمات من مستر لاسارتي بحيث ان هو يكون متواجد مع تدريبات الفريق ويحضر تدريبات الفريق القويه. يمكن مستر لاسارتي ما رضاش ان هو يخليه يتدرب مع الفريق الاخر او فريق المستبعدين، لك حب ان هو يتدرب مع الفريق الاول بقوته وحماسه وبطريقه التدريب اللي هو حابب تكون تحت اشرافه وتحت عينيه. ايضا المفروض ان الفرقه طبعا تناولت وجبه الغداء وغادرت في السادسه مساء، وان شاء الله يوصلوا بالسلامه وهيكونوا موجودين ان شاء الله بكره في التدريب الرئيسي. تمام، يعني انت غطيت على كل حاجه، ما ادتنيش فرصه اسالك. ما شاء الله محمد، تغطيه مميزه جدا ودايما مميز. زميل عزيز محمد طه، شكرا جدا على هذه التوضيحات. محمد طه يعني قال لنا كل حاجه وكل كبيره وصغيره في هذا المران، وكمان اتكلم على اللعيبه المصابين، واتكلم كمان على اللعيبه المستبعده فنيا اسلام محارب ومحمد شريف، واتكلم السؤال اللي كنت هساله له خصيصا لحضراتكم علي معلول، ان انتوا عارفين على طول ما بيصدقوا علي معلول مصاب، علي معلول مش عارف ايه، كويس ما لوش فيه مشكله وطلع وساب التمرين. علي معلول حس باجهاد بدني عام وده طبيعي جدا في الكوره، ففضل لاسارتي ان هو يجريه حول الملعب، حوالين الملعب يعني لفتين ثلاثه ويتدلك وخلاص ويدخل في اجواء المباراه، استعدادا للمباراه الهامه جدا. عارفين علي معلول لاعب معظم المباريات وكان بيعمل مجهود كبير جدا من الناحيه البدنيه في الناحيه الهجوميه تحديدا كمان، فطبيعي جدا ان هو يحس باجهاد. مروان محسن طمنتكم عليه، خلاص رامي ربيعه ان شاء الله كمان في التشكيله باذن الله، اللعيبه بترجع واحده واحده، يا رب ما يحصل اصابات تاني ان شاء الله. دي كانت تغطيه لمران النادي الاهلي النهارده. زي ما كنت بقول لحضراتكم قبل ما يدخل زميلي محمد طه، الاجتماع الفني الخاص بمباراه الاهلي وشبيبه الثوره هيحضره ان شاء الله كابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره بالنادي الاهلي، والكابتن سمير عدلي دينامو النادي الاهلي، ما شاء الله ربنا يا رب يديله الصحه وطول العمر، حاجه جميله جدا الكابتن سمير عدلي، والكابتن ماهر عبد العزيز ايضا حاجه جميله جدا. اي حد بصراحه بيشتغل جوه النادي الاهلي حاجه مشرفه، بالاضافه لمسؤول نادي شبيبه الثوره الجزائري وكذلك طائم التحكيم ومنسق ومراقب المباراه في حضور مسؤولي مديريه امن الاسكندريه. ده الاجتماع الفني ان شاء الله، الاجتماع هيتكلموا فيه عن شكل المباراه وعن لبس المباراه، الاهلي هيلبس ايه، الشباب هيلبس ايه، كل الكلام ده هيبان بكره باذن الله. دي كانت معظم اخبار النادي الاهلي. قبل ما اطلع فاصل احب اتكلم مع حضراتكم في جزئيتين. احمد اسامه الشاب الاهلاوي الجميل اللي حضراتكم شفتوه معايا امبارح، يعني عمل ردود فعل جميله قوي في الشارع الاهلاوي عموما، وانا كنت قاعد مستمتع بيه جدا جدا امبارح، كنت قاعد بتفرج عليه وبسمعه زي حضراتكم بالظبط وتتفرجوا علينا. نموذج مشرف، شاب عنده من الإقناع ما يكفي أنه يقنع أي حد، لأنه بيتكلم بمستندات وبيتكلم بأدلة وبيتكلم بفيديوهات وحقائق قدام حضراتكم بتشوفوها.
اللي طلعنا بيه امبارح من الحلقه دي في زي احمد اسامه شباب زي الفل كتير جدا، يعني ربنا يكترهم. الاهلاويه حاجه لا توصف بصراحه، والشباب اللي بيجوا هنا معايا مش عايز اقول لكم انا عن نفسي فرحان بيهم قد ايه. ان شاء الله يكون ليهم دور رئيسي معانا، وان شاء الله يشرفونا على طول في قناه النادي الاهلي في السياسه المتبعه يعني. لكن اللي نطلع بيه، انا قلت له امبارح، اكيد حضراتكم كنتوا فاكرين الحوار اللي تابعوا الحوار، قلت له انت بتقول الكلام مش للاهلاويه، لان الاهلاويه حتى اللي مولود لسه عمره ما هيصدق اي كلام سلبي عن النادي الاهلي. لكن هو قال لي احنا بنذكر بس الاهلاويه، لكن الاكيد واللي انا عايز ااكد عليه ان هو قال يعني للناس اللي دايما بتالف كلام وبتبتدع كلام وبيصطادوا في الماء العكر على طول، ويعني مش عايز يعني نتكلم اكتر من كده، قال لهم اخرصوا، احنا عندنا حقائق مستندات وفيديوهات والناس اتكلمت، موضوع الاسماعيلي وموضوع التهجير وموضوع مش عارف مش عايز اتكلم فيها تاني بصراحه، ماسونيه ومش ماسونيه يعني بصراحه. انتوا بقوا شكلكم ايه قدام جمهوركم، حتى قدام الناس اللي بتحبكم، حتى لما بتقعدوا تقولوا افتراءات واكاذيب وبتحلفوا يعني حاجه انتوا اللي بتصدقوا نفسكم بس لكن شكلكم قدام الناس بقى وحش جدا، وهيبقى وحش اكتر واكتر، لان في التاريخ لنادي الاهلي تحديدا زي ما قال اسامه امبارح، مش عايز اخد حقه في حاجه بصراحه، كل حاجه بجلسات. لما تقعد تفتكر انت الناس دي اللي من اول ما مسكوا النادي الاهلي او قالوا فكره النادي الاهلي، كل حاجه مدونه بجلسات وصور، فمفيش مجال للشك. فيعني دي كانت جزئيه عايز اتكلم مع حضراتكم فيها. احنا الكلام ما كانش معظمه للاهلاويه، انا عارف الاهلاويه عمرهم لا كانوا ولا هيكون ان هم يصدقوا اي حاجه سلبيه عن النادي الاهلي. ودايما بنقول مبادئ وقيم واخلاق مش كلام، دي افعال حقيقيه. يعني احنا بنقول مبادئ بيبقى في افعال حقيقيه فعلا بيعملوها مجسده في شخصيات اللي بتمثل النادي الاهلي في اي زمن بصراحه، في اي زمن. شفتوا اول ما الكابتن محمود خطيب تولى المسؤوليه، الاول كابتن ويا كابتن، والاخر لا سقفنا، لان الراجل عارف القيم اللي ماشي على النادي الاهلي، وقبل كده وقبل كده وقبل كده. فالموضوع موضوع افعال لا اقوال. ما ينفعش انا اقعد اشتم واجي بعد كده تصدقني، او اطلع مثلا في مؤتمر اتكلم عن الفضيله والاخلاق، مش هتصدقني خالص، مش هتيجي معايا خالص. اتكلمنا عن التعصب واتكلمنا عن النادي الاهلي، ما ينفعش يبقى طرف من اطراف تعصب في اي مكان. يروح يتكلم ازاي ننبذ التعصب، ازاي نبعد عن التعصب، ازاي انا اصدر كل حاجه كويسه كقيمه رياضيه للشارع الرياضي، لكن انا ابقى طرف في تعصب، موضوع صعب جدا. اتكلم معاكم بعد الفاصل، ونستقبل كمان الكابتن الجميل المميز جدا الكابتن احمد سامي المدير الفني لفريق نجوم المستقبل الصادق. اهلا بحضراتكم من جديد، لسه مستمرين معاكم في الاهلي الليله، ونورني وشرفني النجم الجميل اللي انا بحبه يعني بصفه شخصيه، كابتن احمد سامي المدير الفني السابق لنادي نجوم المستقبل. حبيبي يا ميدو، منور الدنيا يا كابتن. لا ده انت اللي منور والله. عامل ايه؟ ربنا يخليك. انا قلت قبل ما اقدمك في الانترو، قلت الحاله بتاعه الدوري العام الكابتن احمد سامي، نمسك نادي نبقى كويسين جدا وماشيين زي الفل وبنعمل سياسه، يعني ماشيين بفكر وماشيين بمشروع، وفجاه الكابتن احمد سامي مشي. هو سؤال سخني في الاول كده، مش عارف، ده داخل سخن. انا بزعل بصراحه، انا بزعل لما بلاقي حد. بس هي بص، في مؤشرات وفي عوامل انت هتستمر بيها هتنجح، هتقعد تخبط دماغك في الحيطه هتفشل. لازم حته اللعيبه، انا بتكلم بشكل عام بقى، حته اللعيبه مش بتكلم على نادي يعني، حته اللعيبه لازم تبقى بصلك انت بس. لو لعيب بيبص في حتت مختلفة مش مركز معاك، خلاص هتاخد منه شغل ازاي. بس هي كده، لكن لازم اللعيب يبقى عارف ان انت مدربه، انت اللي مسؤول عنه، ان هو لو مش في حالته هو اللي هيقعد،
لو مش في حالته هيمشي. لكن لو لما بيلاقي، وده اغلب في اغلبيه انديه كتير كده بتعمل الكلام ده، لو لقى صدر حنايم بره هيعرف ان انت، وده خلي بالك بتنعكس بقى على ايه، يعرف ان هو اقوى من المدرب اكيد. ده أكيد. بشكل عام، مش انا بتكلم على لا 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 بنتكلم بشكل عام، لا بنتكلم في العموم. بس لكن انا يعني الفتره اللي قضيتها من فتره النجوم فتره كويسه، اتعاملت مع لعيبه هتبقى كويسه جدا، هيبقوا كويسه جدا كلهم سنهم صغير، والحمد لله ان الفتره دي انا راضي عن اللي عملته. انا عملت معهم شغل كويس جدا، وخليتهم يعني انا مشيتهم عندهم 21 بونت في وسط العشرة. كان زمان كان في الاول في الفترات دي بيبان مين اللي نزل بالظبط، وكان برضو في نفس الوقت انا كان في بيبقى نادي النجوم، اول ما جيت كان هي دي اللي كانت حاجه مضايقاني. سيبك من الفنيات، انا قلت للعيبه الكلام ده قبل كده، يعني سيبك من الفنيات، كانت النجوم هي مؤشر الهبوط اول ما جيت. يعني حاولنا قضينا على الموضوع ده خالص، وبقى اللعيبه بتنزل ند بند مع اي فرقه. حاولت اكسر الموضوع ده واللعيبه استجابت، وانا بشكرهم على الفتره اللي انا معاهم اللي كنت معاهم في الفتره اللي سابقه دي. انا مش هسالك عن اسباب فعليه يعني، بس انا عايز اعرف برضو، انا مصمم بتبقى داخل بسياسه ايه؟ انا بص، اهم حاجه انا طالما انت عندك شغل عايز تطبقه تمام، لو حسيت ان الشغل ده اللعيبه فتره من الفترات ما بتستجيبش، يبقى في عوامل خارجيه. يعني اللعيبه كانت بدات ما تستجيبش لشغلك الفني؟ لا انا بكلمك بتبقى بنسب. اوكي، انت بتبقى مثلا بتادي فتره معينه، يعني اول ما جيت حوالي جبت 12 بونت ورا بعض او 11 بونت ورا بعض، وبعد كده فتره، وبعد كده سموح اربعه مقاولين، يعني قصه، يعني كنا ماشيين كويس. فلما بحس اللعيبه بتركزش في بتبقى في عوامل بتبقى خارج عن ارادتك. لو انت ما قدرتش، لو انت مش في قدرتك تصلحها، لازم تعتذر وتمشي. لكن انت قول لي يا كابتن احمد، بصرف النظر عن تولي مسؤوليه فنيه لاي نادي، مثلا ايوه كابتن احمد احنا مسؤولين نادي كذا عايزينك معانا، بتبقى رايح باي سياسه واي فكر، وايه طلباتك؟ انا خلي بالك انا عندي، انا ما عنديش جمود، يعني انا مرن في الموضوع ده، يعني على اساس ان الهدف من كل نادي، مثلا فرقه عايزه تقعد في الدوري الممتاز، فرقه عايزه تروح مربع ذهبي، فرقه عايزه تفنش في نص الجدول السادس السابع. الحاجات دي بتبقى بالاتفاق مع الاداره وبنشتغل فيها تارجت بس. لكن انا بالنسبه لي بيبقى طموحي اكبر. بالظبط، ما ده اللي انا عايز اعرفه. يعني طموحي اكبر، لان انا يعني بحب اللعيبه اللي عندي تبقى شخصيتها قويه. ما بحبش اللعيب اللي هو موظف وشخصيته ان هو بيتغلب عادي، نتعادل عادي، ان يعدي ماتشين عادي، ان هو يفرح قوي لما يكسب قوي ماتش ولا حاجه والباقي ما يعملش. لا، انا بحاول اكون من حواحي المعنويه شخصيه اللعيب الاول، لان شخصيه اللعيبه ولما بتبقى قويه هتنفذ لك التكتيك اللي انت عايزه. طبعا. بحاول دايما الحته الذهنيه بتاعت اللعيبه هي نمره واحد عندي، لان هي دي اللي بتشتغل عليها، وهي دي اللي بتستمر معاك. الحته المعنويه ساعات بتبقى ما بتسعفكش لاي ظرف، اي حاجه خارجه عنك ممكن حته معنويه، لكن حته الشغل اللي باقي للعيب، حته التحركات والجماعيه والحاجات دي، ودي من اصعب ما يكون، حته تشتغل بشكل جماعي طبعًا، بتحركات جماعيه طبعًا، مع مجموعات لعب. هي دي القصه دلوقتي في الكوره. طبعا طبعا. الموضوع بيبقى سياسه نادي ولا سمات شخصيه ولا اسلوب تربيه لعيب في الملاعب، ماليش علاقه بالبيت يعني. لا، هو ما فيش ثقافه للعيبه بس بيجي لك اللعيب ده طالع لك مش متعلم حاجه، هو متعلم، ربنا اداله حاجتين بيعملها كده، سواء موهبه مهاريه او اي حاجه، يعني حتتين كده طلع بيهم ومش عايز يزودهم ومش عايز، وبيستعملهم في كل وقت. انت بتخيل مثلا لما بنيجي نتكلم على محمد صلاح مثلا، محمد صلاح مش في احسن حالاته، بس انت تقدر تقول عليه ان هو وحش؟ ما تقدرش تقول عليه وحش. لا، اسيبك ان هو محمد صلاح، لا 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 لا، انا بتكلم عمليا. لا لا خالص، لان هو عنده من الذكاء والقدرات الذهنيه ان هو يقدر وهو مش في احسن حالاته يقول انا كويس، لا، يحافظ على 50 60%. بالظبط. انت تحافظ كلاعب، وانت لان كلنا عمرك ما حتى انت في شغلك عمرك كل يوم ما هتأدي بشكل ثابت، مره هتلاقي ماشي كويس، مره هتلاقي، بس انت الفتره بقى اللي انت مش ماشي كويس فيها ازاي تحافظ على القدر ال 50 60% من مستواك اللي ما يضرش
باسمك ما يدورش بفرقتك ما تبقاش عبء على الفرقه. هو ده نوع من الذكاء ونوع من الثقافه. زائد بقى حط بلس الكلام ده حته التحركات. التحركات دي لو انت مش ذكي من ناحيه ذهنيه متعود على الطرق المختلفه، متعود انت تتحرك ازاي بشكل جماعي بين الخطوط، اهم حاجه ويبقى عندك اقول لك يبقى عندك خطوات معينه ومواقف معينه بتقدر تتحرك معاها، ده كل شغل المدرب اللي بتشتغل معاه ويقدر يطبقه لك في الملعب. بتبقى صعب ان هو يتطور، صعب ان هو يبقى لعيب بفلوس، صعب ان هو وكمان خلي بالك النادي الاهلي بقى حته شراء اللعيبه دلوقتي ان هو بيقعدوا وبيشوفوا شخصيه اللعيب عامل ازاي وازاي بيتكلم وازاي قدراته وطريقه تفكيره ازاي، ودي كانت اهم حاجه كانت مش موجوده في فترات السابقه. دي حقيقه. دي حقيقه. دي حقيقه. فدي بتميز خلي بالك انا كنت من ايام ما كنت ماسك الشباب في الجيش كنت بعمل كده. كنت بقعد مع اللعيب واتكلم معاه وبتاع واشوفه يعني اتكلم اشوفه قدراته الذهنيه عامله ازاي، طريقه كلامه عامله ازاي، طريقه تفكيره هدفه ايه، الكلام ده كان مهم جدا بالنسبه لي لان هو ده اللي هينجحك. لكن حته ان انت عايز ناس مربوطه في ساقيه وتشتغل الشغل الكلاسيكي اللي احنا يعني بنشتغله من سنه من سنه ما كنا بنلعب شغل هو واحد نمط واحد اللي اي حد ممكن يعمله لا ده ما بقاش موجود في الكوره دلوقتي خالص. لا خالص مش موجود. وانت لو بتشتغل بيه يعني هتبقى انت بعيد قوي عن الكوره دلوقتي. فعلا دي حقيقه. دي حقيقه احنا بعيد عن الكوره فعلا. هنرجع لاول السلمه تاني اللي هي الناشئين ومدرب الناشئين اللي هو اهم حاجه في الموضوع. لا انت كل كلامك احنا بنقول الكلام ده بقى يعني كتير جدا كتير جدا ومفيش استجابه اساسا. لا 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 لان الناس اللي بتبطل بتمسك بالظبط تمسك ناشئين وده صعب جدا. الموضوع ده يعني انت ممكن يبقى عندك ناشئ اساسا عنده سمات شخصيه قويه جدا تبوظها له انت كمدرب تبوظها له. يعني ممكن تبوظها له ممكن اصلا ما تعلموش حاجه خالص ما تبوظش حاجه مش هتبوظ حاجه ولا هتطور بالظبط. بالظبط. فهي دي المفروض يبقى عندنا اللعيب ممكن يبطل ويمسك بس لازم يعدي. سيبك بقى من كمان المراحل بتاعه الدورات. حاجه مهمه جدا دورات السي والبي والاي والحاجات دي لازم يكون زي النادي الاهلي مثلا كده حاجه كبيره قوي. لازم يعمل امتحانات للمدربين بتاعه قطاع الناشئين مش امتحانات رقم جلوس والكلام ده لا لازم يبقى في دكاتره موجوده في الكوره تتناقش مع المدرب اللي هيجي يمسك على حسب سنه ايه. جميل. 20 سنه ولا 99 ولا براعم ولا جميل قوي. ويشوف هو سياسته ايه والسياسه دي هتنفع تتطبق في النادي الاهلي تمشي معاه ولا ما تمشيش معاه. مش انا اجيب واحد من ولاد من ابناء النادي وكل حاجه على عينه وعلى راسي ويجي يشتغل ويبوظ لي المكان. طب ازاي انا يعني ابني ازاي ويبوظ لي المكان؟ ما انا لازم بالزبط. ابني ده يساهم في ان المنظومه تتطور. انا بكلمك بمنتهى الامانه يعني انا بكلمك بصريح. انا قايل للمشاهدين قبل ما انا صريح انا قايل لهم فمش عشان خبر. شرط ان انا بلعب في النادي الاهلي ان انا امسك في النادي الاهلي. على فكره ان احنا نتكلم كده ان انا امسك في النادي الاهلي ما هو الكلام ده غلط. الكلام ده غلط مش مظبوط. اكيد اكيد جدا. فانا لازم يبقى في النادي الاهلي بقى سيبك من الدورات الدوليه والدورات دي لازم يبقى فيه كونسولتو. ده ميدو مترشح يمسك فرقه مثلا 2000 فرقه 2001 فرقه 97 هتعمل ايه في 1 2 3 ويتناقش مع المدرب والطرق والاحمال والقصه والسيستم والتحركات لا ده قصه كبيره. قصه كبيره جدا. فهيشوف المدرب ده عنده النوها ولا واخد كرتونه بس شهاده بس وخلاص ومش فاهم حاجه. لازم الموضوع مش بسيط. في منظومه زي الاهلي لازم بكل خطوه بحساب. بالظبط بالظبط لان مش نادي عادي. انا مش بتفق نادي عادي. معاك بتفق معاك. انت فكرتني باول مره كنت اعرف معلومه ان انا لو عندي نقص معين في مهاره وعندي مهاره زايده اطور المهاره الزايده ولا اطور النقص المعين؟ فانا اول وهله كده انا فكرت اطور النقص. وبعد كده قلت لا طب ما انا اطور اللي هو بيتطور على طول وحافظ على النقص بتاعي ده اللي هو ال 50% اللي بتتكلم عليه. وده كان فعلا صح ان انا حافظ واطور في اللي بيتطور. طبعا. ده خلي بالك انت بتتعامل مع مجموعه شخصيات في الملعب. عندك 30 لعيب. كل واحد ليه اهتماماته وكل واحد ليه طموح معين وكل واحد ليه طريقه تفكير معينه.
السريع والبطيء والذكي وسوري في اللفظ اللي هو ما عندوش قدرات من الذكاء. فانت ازاي تركب دول على بعض وينفذ لك مثلا مجموعه ناحيه اليمين مجموعه ناحيه الشمال؟ لازم ازاي الراجل البطيء ده يشتغل مع السريع والاثنين يبانوا ان هما مش بطاقة مش الراجل البطيء ده يبان ان هو زي السريع والسريع ده ينزل شويه عشان ياخد البطيء معاه. ازاي تعمل المجموعه دي؟ ده شغل بيبقى صعب جدا. شغل الجماعي ده بيبقى صعب جدا بمجموعه، بس بتبقى ايه اللي يجمعهم؟ ايه؟ فكره واحده، هي فكره المدرب عايز يعمل ايه بالظبط. الفكره دي لو اسلوب اللعب والطريق والتحركات. الفكره الواحده دي لو عند اللعيب هو هتلاقيه تيم وورك، هتلاقيه حاجه تانية خالص. طبعا وده اللي بيحصل في اوروبا يا كابتن احمد. طبعا بيحصل في اوروبا ان هو بيجهز اللعيب الناشئ ده لغايه لما يكبر ان هو يستوعب اي طريقه واي اسلوب. بالظبط، لما تيجي تقول له تشرح له على البورد كده في المحاضره النظريه وتيجي تشتغل معاه في تمرين او تمرينتين تلاقيه يستوعب على طول. بالظبط، بيعدي لك المرحله دي تخش في مرحله ثانيه في مرحله ثالثه. لكن انت بتقعد في الصفحه اللي انت فيها كتير عشان يفهم ويمكن تثبت. يبقى انت عندك عايز تجري يبطئك مستوى التفكير. انا بتكلم في مستوى التفكير. وخلي بالك مستوى التفكير ده موجود في فرق كبيره وفرق صغيره، لان دي سمه من سمات الكوره في مصر. ليه؟ لان القاعده مش متعلمه كويس. بالظبط. طب ايه الحل؟ انا زي ما قلت لك كده، كل نادي يبدا بنفسه. والنوادي على حسب اساميها. ممكن نادي الاهلي بقدراته الكبيره دي لازم يعمل كده. لازم يعمل كده. بداوا يعني. لا ما بداوش ولا حاجه. لا في، انا اعرف يعني انا ما كنت عرفتك. لا انا اعرف. انا اعرف بقى كابتن. لازم يبقى في كونسلت فني. كابتن فتحي مبروك راجل مدرب ما حصلش، وراجل قيمه فنيه كبيره جدا، ومعاه طبعا هشام حنفي اسم كبير جدا مساعد مدير قطاع الناشئين. لا انا بكلمك على وهو يبقوا من ضمنهم الناس دي. اكيد دكاتره في الكوره تشتغل مع المدربين دي وتعرف افكاره ايه وتقدر تنفذ وتنطبق على سياسه نادي الاهلي ولا ما تنفعش. مش اسامي انا برصها وخلاص. صدقني انا بكلمك بمنتهى الصراحه. والله العظيم انا معاك. انا بحب الصراحه وانت عارف. طالما الصراحه في المصلحه العامه كابتن احمد محدش بيزعل منها خالص. لو انت بقى صلحت الحته دي احنا كنا طالعين من ناشئين الاهلي. هتلاقي صلحت الحته دي تكسر الدنيا. بالظبط. بص يبقى قطر. بالظبط. معدي يدوس على الكل. بالظبط. لو عملت الكلام ده لانك انت سلاحك الوحيد، انت ممكن تشتري لعيب ديليفري تجيبه سنتين ثلاثه وينفذ، لكن اللعيب اللي بتطبخه طبعًا. هو دليل طعم. طبعا اللعيب ابنك بقى وحاسس بيك. لا ما هو اللي انت طبخه على مزاجك. بالظبط. وعارف سياسه الاهلي وبيتحرق عشانه والكلام ده. هو ده. غير اللعيب الدليفري خالص. انا بتفق معاك. بتفق معاك. بعد كده لو طلبناك وقلت لي مش عارف الدايري ماليش علاقه. انا لا والله انا ماليش علاقه كده. والله انا عملت حادثه. لا والله عملت حادثه. والله العظيم انا ساكن في اخر الدنيا. ساكن في المعادي في اخر الدنيا. طب انا مش هقول لك انا فين. يا ريتها معادي. لما بتيجي تلعب النادي الاهلي يا كابتن احمد، تعال نخرج من موضوع ال النادي شويه بتاعك. بتيجي تلعب النادي الاهلي وعايز تكسب، اكسبه بتبقى مثلا نسب بيني وبين نفسي بتبقى صعبه. بس ما بوصلها للعيب ان هي مش صعبه. ده مش بضحك عليه. ده صحي. مش بضحك عليه. بديله مجموعه عوامل ان هو لو نفذها ممكن يعمل المعجزه ان يكسب نادي الاهلي. ممكن يعمل الانجاز ان يكسب نادي الاهلي. بس افرض ما نفذهاش مش هكسبه. مش شرط بقى اللي انا بقوله له ده هو دي روشته ان هو يكسب نادي الاهلي. لا هي مجموعه مواقف متغيره في الدقيقة 90 دقيقه. وفي نفس الوقت انا بدخل جوه دماغ الراجل اللي ماسك نادي الاهلي. تمام. هو ده اللي انا عايز سيناريو في الماتش توصله للساده المشاهدين، ان انت مثلا بتعطل النادي الاهلي ان هو يكسب. النادي الاهلي هو بينزل من اول دقيقه عايز يكسب. بالزبط. مثلا زي الفرق الكبيره اللي موجوده. فانت هتحاول تعطل النادي الاهلي. تحاول تنرفزه ان يبقى قراراته متسرعه انه عايز يكسب بسرعه. فتلاقيه قراراته في اغلب الاوقات غلط. بنقفل اللعب زي ما بنقول. لا يعني بنحاول يعني بتحاول تخليه تبعده عن الجول. تمام. اولا وتبعده عن الجول ان انت ما تدافعش. انت تبقى متوازن. يبقى عندك قدرات هجوميه برضو ان في ناس تقف له. لانك انت لو سبت نادي الاهلي اتجاه واحد ان انت هتخسر تدافع بس هتبقى موجود عندك في نص ملعبك على طول. وفي نفس الوقت هيبقى قريب للجون وممكن انت الغلطات البشريه وارده. بالظبط. لكن انت لما تحافظ على تمركزات هجوميه شويه قدام
تقلق المدافعين بتاعت نادي الاهلي ان ما تكملش في الهجمه. هي دي من العوامل برضو، ان انت من عوامل الدفاعين ان انت ممكن تدافع بشكل كويس. جميل جميل. زائد ان انا التغييرات بشوف بشوف اخر ماتشات مثلا وبعمل كوبي بيست كده المدرب بتغييراته عامله ازاي لو اتاخر النتيجه. يعني حته تحليل الاداء دي لازم عندي، لازم اه لازم، دي حاجه مهمه وانا بعملها بايدي يعني. ده حاجه تحفه. فبشوف تغييراته ايه، وهو لما تكون متاخر بيغير مين وبينزل في الدقيقه ايه. ما تاخدش من تفكيرك كابتن احمد؟ لا خالص، ما دي تقسيم الماتش وببقى عارف. لا التحليل الفني اللي حضرتك. لا خالص، ما ده شغلي. تمام. انا ممكن لو لقيت رفاهيه ان حد يعمل لي ونتناقش معاه دي حاجه كويسه، بس لما بس الامكانيات ساعات ما بتسعفكش فانا بعملها اكيد. فبشوف مثلا بيغير، فبقى اللعيب عنده الخطوات التغييرات بين الشوطين. المدرب ده هينزل مين ودي ايه وممكن يلعبوا فين والكلام ده. فانا عندي من نواحي التكتيكيه ان اللعيب بيبقى جاهز، ممكن اغير مركزه على حسب تغيير الفرقه اللي قدامي. يعني زي مثلا فرقه نادي الاهلي مثلا بيغير بينزله في كده عشان هو متاخر في النتيجه. تمام. فاللعيب ممكن اغير من نواحي التكتيكيه، لان ما بيبقاش ساعات عنده القدرات البشريه زي بتاع قدرات اللعيبه زي النادي الاهلي. فانا اللي هو تلعب الفرقه على مزاجك انت، فانت مضطر تلعب الفرقه على مزاجهم من غير ما اغير. بالظبط. بس عنده جوه الملعب، عنده النو هاو بتاع ان لو نزل ميدو هيبقى عارف يعمل 1 2 3. انت مفهمه الدنيا كده. بالظبط. ده طلع ده نزل، خلي بالك هنعمل كذا وكذا. ساعات بقى بتوفيق ربنا تتعادل كده، يبقى تعمل ماتش كويس. فاهمني؟ بس لكن انت بتحاول تجتهد وتشتغل، وخلي بالك انت تمسك فرقه كبيره اصعب من تمسك فرقه صغيره. عارف كده؟ عارف كده. عارف. مش فرقه كبيره عشان بطولات ومكسب بس وبتاع، لا. اللي بيمسك فرقه كبيره لازم يبقى عنده شخصيه، مسؤوليه، سيبك من كل ده كمان. لازم يبقى عنده مقومات النجاح. تكتيك ما لا نهايه. يعني عنده مجموعه تكتيك مجدد تحركات لعيبه بشكل كتير، لان كل الفرق اللي بتنافس مثلا بتنزل نادي الاهلي بتدافع. انت هتفك ازاي الحاجات دي؟ وفي نفس الوقت انت عايز تسهل لعيب الكلاس ايه اللي هو اللعيب الاهلي ده ازاي تحركاته بشكل جماعي. فانت لازم يبقى اللعيب مبسوط وهو بيشتغل معاك. جميل قوي. مبسوط وهو بيشتغل معاك، لانك انت بتسهل له الامور في الملعب. جميل قوي. لانك انت لو اشتغلت اسطمبه واحده ماشي، يعني مع احترامي انت نادي الاهلي والكلام ده، مش شغال باسطمبه واحده هتبقى مفهوم. هتضايق لعيبتك. لا استنى بقى. استنى، عشان انت بتكلمني في حاجات انا بحب اتكلم فيها دايما. يعني ده اللعيب لازم يبقى مبسوط ان انت شغال معاه بالتكتيك. اوكي. خلي بالك اللعيب اللي انت بتقرص عليه في التمرين وتعرفه ان انت ناقصه كتير وتدوس عليه بيكرهك في التمرين، بيتضايق منك. بس بعد الماتش بيشكرك. طبعا. ليه؟ لانك انت خليت شكله قدام الناس كويس، وخليت شكل فرقته كويس والكلام ده، وفرقته ماشيه كويس. لكن اللعيب اللي بتدلعه في التمرين وعارف ان هو لا، ما انا يعني اشقى مع ميدو ليه؟ ما هو ميدو لعيب نادي الاهلي. انا ماسك نادي الاهلي، هو كده كده هيكسب. مفيش الكلام ده خالص في الكوره دلوقتي. انت دلوقتي الكوره بتبقى صعبه، بقت صعبه. وصعوبتها ان الفرق الكبيره لازم تفك شفرات الفرق الثانيه. فتفك شفرات ازاي وانت بتشتغل باتجاه واحد؟ بالظبط، باسطمبه واحده. انت قصدك مرونه في قلب الخطه الاساسيه. طبعا طبعا. عشان انا فهمت خلينا بس ناكد على حاجه. الفرقة الكبيرة التحركات دي انت كمدرب بتفصلها بالظبط، مجموعة ناحية ايه ومجموعة ناحية ايه وبتشتغل ازاي يعني قصة كبيرة جدا. مهندس. بالظبط. خلينا نتفق على حاجة عشان السادة المشاهدين ما يروحوش مننا. الفرق الكبيرة لازم يبقى ليها اسلوب لعب واحد او اثنين، بلان 1 او بلان 2. بالظبط. صح كده؟ صح. ما بقاش ليها اكتر من كده، مش المفروض ما يبقى ليها. بس في وسطها ايه بقى؟ في وسطها بقى، في وسط الاسلوب اللي انا بلعب بيه الاساسي بقى فيه مرونه كبيره جدا، ان انا اخترق من العمق، ان انا اروح من الاطراف، ان انا اعمل تحركات كتير جدا من غير كوره. لا وتحركات بقى مختلفه. يعني ممكن تلاقي مثلا رمضان صبحي واقف على الخط مثلا، بقول لك يعني مثلا. بالظبط بالظبط بالظبط. حسين الشحات واقف على الخط، وممكن في بعض الاوقات تلاقيه مش واقف على الخط وما بيطلعش على الخط خالص، وتلاقيه داخل لجوه. واقف لجوه عشان بيتحرك بطريقه معينه مع رمضان، مع اجاييه، مع مساحه في ظهره عشان يضرب الظهر. لان كل الكوره دلوقتي ازاي نضرب ظهر الباك بالظبط في المساحه. ودي خلي بالك مش سهله، ازاي اضرب خط ظهر الباك في مساحه بمجموعات لعب. طبعا. ما انت عمرك ما هتضرب ظهر الباك في المساحه
عشان انت لعيب قوي او انت مهاراتك عالية قوي. جوارديولا بيضربهم في يردتين دلوقتي يا كابتن. بالظبط. اللي يروح على الخط يضربهم في ضربتين. شوف بيشتغل جوارديولا بيشتغل بشكل جماعي. موضوع تاني. ما هو طريقة بقى التكتيك والتحركات. وقسم كده من عند الجون لفوق شوية ب 10 ياردة. لفوق شويتين ب 20 ياردة. شوف ب 50 ياردة كده في الحتة دي. واللي مميزين في التكتيك في العالم اللي انا بحبهم يعني بتوع الرجبي. الرجبي. ايوه ما هو دول. ما هو الرجبي دي اكبر تكتلات ممكن تشتغل دماغ فيها عشان تضربها. ما هي دي اللي انا بتفرج عليها. بتفرج عليها وبعمل معادله في التكتيك. والله صدقني. لا انا مصدقك. انا ما بتفرجش على الرجبي في التكتيك. انا مصدقك والله. سيبك من الكوره خالص. انا مصدقك. ناس تانية خالص. ازاي نخترق التكتلات دي؟ بس لازم تعمل لها معادله. يعني عشان طريقه تحركات هناك بالايد. بس تحركات. بس تدي لك انت افكار كبيره جدا. جدا. خلي بالك ان الناس ما تعرفش الكلام ده. مدربين كبار في العالم بيتفرجوا على المواضيع دي. انا اول مره اعرف المعلومه دي. مش 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 يعني مش هنكر. بس اول ما قلت لي رجبي على طول في تكتلات كتيره جدا. ازاي اوصل ما هي الكره. الكره انت عايز توصلها من هنا تحطها جول. بالزبط. هناك بيوصلها من هنا يحطها على الخط. بالظبط. ما هي هي. بس هناك بقى تكتلات بالايدين. بس انت بقى انت بتشوف. بالظبط. ما هي هي. بس انت تخلق مساحه في وسط التكتلات دي. بالظبط. وقاعد يستلم الكره في حته معينه. بس بس لازم تعمل لها معادله. لازم تبقى موهوب ان انت تعمل لها معادله على الكوره. معادله زي ايه؟ لا يعني عشان تناسب يعني الكوره. يعني اديني برضو فكرة. لا مش هقدر اقول لك بجد. لا والله انا شغلي بقى. معادله ان هي تعمل قصدك نسبه وتناسب في الكوره. في الكوره. تبقى تطابق الكوره. ماشي. تطابق اللي بيتحركات الكوره يعني. تمام. بالرجل بقى مش بالايد. هي دي. لو هو بص يا كابتن احمد انا بقول لك حته كده عشان الناس بس ايه يعني برضو تتفرج على المواضيع دي. واللي لا. موهوب يتفرج بس ويعمل المعادله. بس, بس بس انت جبت الخلاصه. هو تدريب موهبه مختلفه. مش هكتمها يعني عندي. لا انا بقولها للناس. لا 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 التدريب موهبه مختلفه. ما انا هقول لك على حاجه. هقول لك على حاجه. خد نموذج تدريب اهو اعمله. انت هتعمله غير ما انا هعمله. غير ما واحد موهوب تاني هيعمله. غير ما واحد عبقري هيعمله. يعني ممكن تعمل 4 ضد 2 تعمل فيها حاجات كتير جدا مش في دماغ الناس. 4 ضد 2 اللي هي لا الغرض منه ايه؟ انت عايز توصل لايه؟ بس ممكن تعمل منه 50 فكره و50 تحرك و50 هدف. لكن ممكن واحد تاني ياخد 4 2 يعني. تعرف انا بتبسط من ايه؟ لما الفرقه المنافسه اللي بلعبها لعيبه منهم يكلموني في التليفون. طبعا. ويبقوا يعني ايه يكلموني في التليفون ويقولوا لي التحركات اللي انت عملتها للفرقه النهارده كانت ضايقتنا جدا. خلي بالك بتحصل لي كتير. بيكلموني في التليفون يقولوا لي التحركات دي. اللعيبه هو اللي يحسها. انت ممكن كمشاهد ما تبقاش مركز قوي. لكن اللعيب اللي انت قدامك واللعيب بتاعك يحسها. بيدور على الكوره. بيتبسط. بيدور على الكوره. بالظبط. لو الفرقه بتتحرك كويس انا افضل ادور على الكوره. بالظبط. انا هعرف قد ايه انا جريت وقد ايه انا تعبت. فاكيد طبعا. اكيد طبعا. في ناس بتتهمك اتهام. ما اقول اللي انت عايزه. ما وصلكش؟ لا والله. بجد. والله. بيقولوا ان الكابتن احمد سامي انا عارفك كويس. انا الحمد لله انا بعرف اقرا شخصيات كويس الحمد لله. بيقولوا ان احمد سامي بيكسب ماتش 2 وشكله بيتغير بعد كده خالص. انا عايزك توضح للناس. لا والله مفيش الكلام ده خالص. بيبدا العصب شويه جزء من الاعلام في المؤتمرات الاعلاميه. لازم ادافع عن لعيبتك. انت لو ما دافعتش عن لعيبتك تبقى انت لا وليك ليك مطلق الحريه. دافع عن لعيبتك. انت خلي بالك انت بتتكلم. تشوف كابتن سيد عبد الحفيظ بيطلع يعمل ايه؟ لا لا بيدافع عن لعيبته. بيتكلم في امور بعيده خالص بالظبط. فانت لازم تدافع عن لعيبتك. بالظبط. انا مع احترامي لكل الانديه الكبيره في مصر. لما انا بمسك نادي صغير لازم احافظ. لازم ادافع عنه. ده حق. ده حق. يعني مش سيبك من انتمائي ان انا نادي اهلي مثلا. انتمائك ان انت اهلاوي لكن الشغل ملوش علاقه بالكلام ده. واحنا اتعلمناه الكلام ده في النادي الاهلي. الاهلي. بالظبط. بالظبط. انت مدرب تكسب نادي الاهلي تبقى مبسوط جدا. عادي. ما يعني يعني لو يعني للمشاهدين دلوقتي لكن حته ان انا لا لا سمح الله عمرها ما تطلع مني. والناس القريبه مني تعرف الكلام. انا عارف كده. بس في ناس مش عارفه كابتن احمد سامي كويس. الله. لا لا خالص. انا بنشوفه اتغير حتى لغته معانا اتغيرت خالص. عمر مين ممكن اقول لهم يا جماعه يعني بنتكلم في العموم يا جماعه ممكن شدت الماتش بعد ماتش اعتقد كان بيراميدز. انت اتنرفزت جامد جدا. قلت لهم ده اي مدرب بيخاف على لعيبته. مالهاش علاقه دي بالتعاملات. التعاملات انا يعني انا طالع الباب مقفول فبزوق اتكسر. يعني مالهاش علاقه يعني. وبعدين ده النرفزه دي موجوده عند كل الناس. عند كل دمهم حامي.
عند كل الناس يعني كل الناس في كل المجالات زي ما انت بتقول. لكن انا عمري سمح الله عمري ما اتغير، ده كل الناس اخواتي وبعملهم احسن معامله والله على قد ما اقدر يعني. ماشي، هو التام واحد بس على فكره مفيش تامات تانية. تعال نطلع فاصل. اتفضل. تعال نطلع فاصل عشان نتكلم عن الاهلي بعد الفاصل، عوده الاهلي لمستواه من نظر مشاهديه ومشجعيه، ونرجع نكمل مع النجم المتالق كابتن احمد سامي. الابطال فاهم، فكل لكل حصان كبوه، فالاهلي ان شاء الله بيعدي، عدى بمراحل اكتر من كده بكتير، وعدى منها وخد الدوري ودوري الابطال، وان شاء الله النادي الاهلي هيعمل معجزه السنه دي، وهياخد الدوري وهياخد دوري الابطال كمان والكاس، مفيش حاجه ان شاء الله الاهلي مش هياخدها السنه دي. طبعا الاهلي سريع ومن زمان هو كده كده بيكسب اصلا، وان شاء الله في انجازات السنه دي يعني الاهلي حديد يعني من يوم. ان شاء الله الاهلي هياخد الدوري السنه، وانا كنت متوقع طبعا، والاهلي فريق كبير طول عمره، فريق كبير ده بينافس على البطولات يعني بياخد اكبر عدد بطولات من زي الفرق الكبيره زي ريال مدريد وبرشلونه، بياخد اي بطوله يخش فيها طبعا الاهلي بيخش فيها بينافس فيها، فالاهلي فريق كبير طول عمره، فريق كبير، وان شاء الله ياخد الدوري السنه وبطوله افريقيا، ونلعب بقى في كاس العالم للانديه ان شاء الله. ان شاء الله الاهلي ديما فايز وبطوله الدوري ديما معانا، والحمد لله، وربنا ينجي الاهلي وربنا يحفظ وربنا ينقي القناه دي. طبعا كنت متوقع عشان نروح الفرقه الحمراء طبعا، ويعني احنا متعودين على كده البطولات، واهم حاجه البطوله دي بالذات السنه دي لازم تبقى في الجزيره. اكيد طبعا الاهلي قادر على كل شيء زي ما عودنا، انها مؤسسه كبيره تقدر بتعود في افريقيا وفي مصر وفي كل حته في العالم، عودنا النادي الاهلي على كده، وعودنا ان هو مؤسسه كبيره وما بينطويش قدام اي حد. باذن الله الاهلي يرجع وياخد الكاس، وباذن الله يكسب الماتش ده باذن الله وياخد الكاس. والاهلي احنا طول عمرنا عارفين ان الاهلي مشرفنا في اي حته، والاهلي حديد باذن الله. اكيد هو الاهلي ما كانش ضعيف او كده، هو كان الفرق بس في المؤجلات بالنسبه للاهلي والزمالك وكده، هو الدوري من غير اهلي او زمالك فهو او كاس او اي بطوله عموما فهي متوقفه عليهم، يعني الدوري من غير اهلي او دوري من غير زمالك بيبقى ملهوش طعم اكيد يعني. الصراحه لا لا، بس الاهلي بيرجع في اي لحظه وممكن ياخد الدوري، بس برضه الزمالك فيها لعبه كويسه ولسه الدور في الملعب. طبعا لان الاهلي الكبير، والكبير دايما معودنا على كده، النفس الطويل، البطل بروح البطوله، الاهلي طول عمره كده كبير. طبيعي بتاع الاهلي طبعا، يعني الاهلي على طول بياخد الدوري، فطبيعي هياخد الدوري ان شاء الله باذن الله. نادي الاهلي تتوقع منه كل شيء، نادي الاهلي ده نادي عظيم وعريق، نادي الاهلي بس ينقص الجمهور، وشوف نادي الاهلي بالجمهور نادي مستوى عالمي. ان شاء الله يبقى مستوى عالمي باذن الله، ويرجع الاهلي اللي انتوا عارفينه اكتر كمان، لكن لكل يعني لكل فرق كبيره كابتن احمد. شفنا مثلا ريال مدريد، انا كنت اتكلم في الجزئيه الثانيه اللي كنت هكلمها مع حضراتكم بعد ما اتكلمت على احمد اسامه، كنت هتكلم على جزئيه ريال مدريد، وازاي ريال مدريد بيقع وقعات غريبه جدا، وازاي الناس بتقابل الوقعات دي، يعني ماشي احنا مستنيين تاني مستنيين تالت مستنيين رابع. لا حصل زلزال طبعا لما تغلب، هو خلي بالك الماتش الاولاني اللي في الكاس مع برشلونه، ريال مدريد عمل ماتش جامد جدا، بس عنده ما عندوش رونالدو، ما عندوش حد بيجيب اجوان. لو عنده حد بيجيب اجوان كان كسب ماتش بتاع الكاس بتاع برشلونه. بعديها بقى بثلاث اربع ايام الماتش الثاني اللي في الدوري طبعا مأثر الماتش ده عندنا. بس هو طبعا كان رئيس النادي بيقول انا حته سياسه تقشف السنه دي، عشان حتى كان زيدان كان مشي ساعتها عشان بعمل الاستاد ب 600 مليون يورو. برضه هي مش حجه، لان برضه ان الكيانات الكبيره كده زي ريال مدريد والكلام ده متعودين على بطولات وليها جمهور وليها ضغط وليها الكلام ده، فهو ابتدى يرجع تاني ورجع زيدان، وهيبتدي يعمل يسيبوا بقى مساله تقشف بقى وميزانيه ثانيه خلاص ويشتري لعيبه. فحته الانديه الكبيره ما تستحملش الكلام ده، ما تستحملش سياسه تقشف ولا الكلام ده خالص. لازم يبقى عندك ميزانيات وتحاول تكبر موارد النادي كل سنه عشان تستحمل كميه البطولات انت بتخشها واللي انت بتنافس عليها. بالظبط بالظبط، بس يبقى في حاجه منتظمه يعني مسابقات منتظمه يعني السنه دي طبعا خلي بالك اصابات نادي الاهلي ولا من مدرب ولا من دكتور ولا من حاجه، اصابات نادي من البطولات
وكانت اكبر غلطه نادي الاهلي عملها انه خش بطوله عربيه حتى لو كان مضطر. لو كان مضطر كان بعد الصف الثالث. لكن انا يبقى في كواليس كده صعب. ايوه انا مضطر، ما انا بقول لك لو كان في توجهات يعني كان ممكن يبعت يعني الناس اللي ما بتعرفش خالص اللي بعيده خالص. انت عارف يا كابتن احمد النادي الاهلي قدره ان هو بيكبر اي بطوله بيروحها. ماشي، بس مش على حسابي. ما هو اللي حصل مش على حساب اللعيبه اللي انا شاريها بملايين. مش على حساب الكلام ده اللي حصل. والحمد لله احنا ما عدناش فيها يعني ما عدناش كتير في لكن هو الاصابات اللي في النادي الاهلي بترجع لعدم انتظام او البطولات الكتير اللي الاهلي بيخشها وعدم انتظام مباراه الاهلي وشبيبه الثوره اللي جايه ان شاء الله. احنا صعبنا الدنيا شويه عن نفسنا لكن طبيعي جدا وباذن الله يعني باذن الله المباراه تبقى سهله في الملعب المباراه اللي جايه، خصوصا فريق شبيبه الثوره مش المرعب، ولا انت شايفه ازاي؟ لا انت انا اللي انا شايف، انا مش شايف الفرقه اللي بتلعب الاهلي. انا ببص على النادي الاهلي. جميل قوي. حلو النادي أوي. الاهلي حلو أوي. انت بقى عندك قدر من المسؤوليه، قدر من التركيز كلعيبه وكجهاز والكلام ده، ان انت تعدي هتعدي وهيبقى ماتش سهل قوي بالنسبه لك. انت اللي بتصعب الامور ليه؟ لانك انت ما بتبقاش مهتم. انت لما تتكلم على الماتش، ماتشين اللي بره الارض اللي اتغلبوا الاهلي، تحس ان اللعيبه في عوامل مناخيه وفي ملعب كرتان وفي قصه في اتموسفير برضه بيشجع. عامل خارجيه صعب. عامل خارجيه صعب، بس برضه ما هو عامل خارجيه دي انت فرقه كبيره. انا معاك. فرقه كبيره لازم يبقى عندك الطرق او الخطط المرونه اللي احنا بنتكلم عليها والكلام ده، ان انت تقدر ان اللعيب حتى تقسم مجهوده عشان لو الدنيا حر او الدنيا رطوبه او الملعب ناشف يشيل ال 90 دقيقه على حسب رايه بتسلم رايه. لكن انا ما اسيبش الامور واحس ان انا بلعب على ارضي والعوامل الخارجيه ضدي ومصمم على اللي في دماغي هتغلب. لكن انت بتتكلم على الماتش الجاي، لا انت تدور على النادي الاهلي. جميل. النادي الاهلي هو اللي بيتحكم الفرق اللي قدامه ضعيفه ولا الفرق اللي قدامه قويه. جميل قوي. عشان تبقى عارف يعني. بصراحه يعني الرد كان بسرعه ورد مقنع جدا. فعلا انا ببص، مش لازم نبص للفرق الثانيه، الاهلي فعلا زي ما كابتن احمد سامي بيقول هو اللي بيتحكم في الفرق الثانيه. بالظبط. هو اللعيبه هتدي فرصه ان تدخل الفرقه دي الجيم معاها ولا من الاول؟ وانا شايفه ان هو ماتش لو الاهلي في حالته لا ماتش سهل بالنسبه له. خصوصا ان هو على ارضه. لكن لازم نعالج، لان في مشكله لازم نعالج، الجهاز يعالج ال حته اللعب بره ارضه. لعيبه بتبقى مختلفه، مش هي اللعيبه اللي بتلعب هنا. طب في مشكله ما، بس ما انا ما اعرفهاش يعني، بس في حاجه يعني. ما تعرفهاش؟ لا ما اعرفهاش ولا يعني ولا لا اقدر اقولها، لان انا هم الجهاز دي احترامه. لا انت شايف مشكله؟ لا هم ادرى بيها يعني، هم ادرى بيها لان هم اللي معاهم، لان حته خارج ارض الاهلي ده او السفر بره ده النادي الاهلي كان مميز فيها جدا، ان هو جديده علينا ان انت الماتش بره ما بتعرفش تكسب وبيبان ان انت اسلوبك بيبقى مش كويس. فلازم يبقى فيها في مشكله، هم اكيد ادرى مننا من احنا نتكلم فيها. طيب هبعد شويه، هنتكلم في العموم. هنتكلم في العموم يا جماعه. فعلا انا السؤال ده عايز اساله للكابتن احمد سامي، هل هناك خبرات افريقيه وخبرات محليه وخبرات اوروبيه، ولا هو بلاش افريقيه خالص، خلينا نبعد عن افريقيه. هل هناك خبرات اوروبيه؟ مثلا انا رايح الدوري الايطالي لازم هي عندي الكره، هي الكره بتاعت اوروبا غير الكره بتاعتنا. دي منفوخه شويه ودي مفسيه شويه. خبرات ايه؟ انا بسالك. انت بتلعب في جو حر، تلعب على ملعب ناشف زي اللي احنا واقفين عليه ده. انا دلوقتي انا اللعيبه اللي عندي حالتها ايه؟ تقدر تاخد مني قد ايه؟ واجدد الدم بقد ايه؟ واقفل يعني قد انت ضد إيه النظريه دي؟ لا خالص. ان انا جوارديولا مثلا بلاش جوارديولا، دي رؤيه بتاعت موقف. لكن هو الاهلي هو بيبقى باسلوبه كده الماتش اللي فات؟ لا. طب اللعيب؟ اللعيب بيبقى فيه حاجة غصب عنه. لا 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 لا، أنا بتكلم على الخبرات. هل لازم لعيب بيلعب مثلا في دوري محلي، هو أنا هجيب اللعيبة عندي كلها خبرات؟ لا ما ينفعش، ما ينفعش. لازم يبقى القماشة في. مش خليني أكمل السؤال. لا ما أنا بقول لك، ما أنا عارف هتقول إيه. قول. قول أنت. قول. لا والله. لا أنا عايز أسمع رأيك بجد في الموضوع ده. لا عشان الموضوع اللعيبة هتبقى عندك. أنا مش مقتنع، أنا مع نفس رأيك على فكرة. هو كله خبرات؟ ما ينفعش كله خبرات. انت مين اللي بره؟ مين اللي واقف
شايف ان انا اشد ده احط ده اتحرك ازاي اقفل هنا افتح هنا الكلام ده ده بره قصه انت بتتحكم فيها مش اللعيبه هو اللي بيتحكم انت اللي بتحرك تمام فهي هي بص بغض النظر هي اكيد مشكله مش كبيره عشان تبقى فاهم لا خالص 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 لا يعني انا مش يعني الموضوع ده بتاع الجهاز ما اقدرش اتكلم فيه تمام تمام شايف مين في مصر لعيبه في مصر فيهم السمات الاحترافيه والله بلاش نسمي يعني قول لي مثلا كم لعيب يعني انا شايف لو عايز تسمي سمي براحتك اوكي بتاع بيراميدز ده ديفندر هايل السلاية الفتره الاخيره دي بصراحه اصل اللعيب اللعيب لعيب نص الملعب ده مهم جدا بالنسبه للفرقه طبعا هو هو يعني انا عايز اقول لك يعني كل يعني يعني هو كل حاجه كمان عندك بقى حته اللعيب البوكس تو بوكس ده تمام ده لعيب بقى عمله نادره تمام خلي بالك واللعيب اللي بيطور نفسه اللي بيشتغل من هنا لهنا بوكس ده ده مش موجود كتير في مصر مش تبقى عارف لكن حته الديفندر اللي هو حمايه للسرد باك بس لا يعني ابتدى يبقى يستغنوا عنها ابتدى يستغنى عنه بيعملوا محطات دفاعيه مختلفه على حسب الكره فين مجموعات دفاعيه محطات دفاعيه أيوه. وانت بتهاجم مجموعات محطات بالزبط. دفاعيه دي والكره معاك بتبقى موجوده على حسب الكره فين بالظبط ما يبقاش معروف ان ميدو هو واقف قدام السرد باكات السرد باكات هي اللي بتدافع بس لا الكره فين وانت بالمضاد بعمل محطات دفاعيه فين للعيبه معينه ما بقاش في واحد بتاع دفاع واحد بتاع هجوم واحد لا ما فيش الكلام ده التخصص ده ما بقاش موجود لازم تبقى انت وضعك فين والكره فين وبتشتغل ازاي في ظهر مين بس جميل قوي جميل قوي يعني ما بقاش في احمد سامي مدافع ما ينفعش نقول احمد سامي مدافع لا حتى انا بكلمك على الديفندر حته الديفندر اللي بيقول لك رقم 6 اللي قدام البتاع هو ده النت هو ده الشبكه اللي قدام اللي بيبقى على طول هو اللي في ظهر الناس خالص لا خالص مفيش الكلام ده لا مركزيه لا مركزيه حتى في الديفندرات الديفندر لو صادف ان البوكس تو بوكس ده واقف قدام السد باكات هو اللي بيقوم بنفس المهام طالما هي الكوره فين انا بتحرك ازاي عانيت من التحكيم يعني كل مصر عانت وانا بس طب شايف التحكيم السنه دي ازاي مختلف عن السنه اللي فاتت هو مضغوطين زي الدوري وزي اللعيبه زي الاجهزه زي الادارات كله مضغوط السنه دي لان السنه دي ما تحطهاش قياس على اللي ممكن يحصل السنه الجايه السنه الجايه لو فضلنا على الحال ده لا هيبقى في انهيار بدني للعيبه انهيار اصابات انهيار كل حاجه حتى الحكام مش هيقدروا يستحملوا لكن انت لو عملت نظام ممكن الله يكون في عونهم السنه دي انا بكلمك بقى عندك فرصه السنه الجايه تعمل نظام بقى عدينا بقى الفتره الاستثنائيه مش هنفضل في طول عمرنا في الفتره الاستثنائيه انا معاك برضه فالسنه الجايه تعرف بقى ايه تو زد انا هبتدي امتى وهنهي امتى وماتشات بقى كل مثلا اسبوع ماتش كل ماتشين كل اسبوع براحتك اللي انت عايز تعمله اعمله بس يبقى عندي الداتا لو عندي الداتا اعرف اعمل فتره اعدادي بشكل منظم اعرف اظبط نفسي اعرف مواعيدي بس هتبقى الموضوع مختلف خالص تعال نشوف تقرير عن الحكام نشوف كابتن جمال الغندور بيتكلم على الحالات التحكيميه والشكل التحكيمي ونرجع لحضراتكم مع النجم كابتن احمد سامي موسم السنه دي موسم من اصعب المواسم اللي مرت على كره القدم المصري طبعا سببها تجربه بيراميدز بدخوله في المنافسه على الدرع مع الاهلي والزمالك مع احترامي الشديد لكل الانديه المصريه اسماء كبيره جدا ولكن فكرة المنافسة على البطولة أو على الدرع كانت دايما خاصة في العشرين سنة الأخرانية محصورة بين الأهلي والزمالك فقط الأهلي بطل الدوري ولا الزمالك بطل الدوري أيا كان العدد والنسبة عشان ما ندخلش نفسنا في قصة مين اللي خد الدوري أكتر كان كل نادي تلاقي تصريحات حتى المدير الفني أو الإدارة تقول لك إحنا إن شاء الله السنة دي بننافس على الدخول للمربع الذهبي بقيه الانديه. لا النهارده لا وجدنا نادي بينافس على عايز ينافس على الدرع. فده صعب المأمورية شويه واصبح النهارده في منافسه اكتر. الشيء الثاني انه الكوره في مصر السنه دي وانا شايف وملاحظ ده انها بتتلعب بره الملعب اكتر من جوه الملعب. بتتلعب بره الملعب من تصريحات ناريه، رؤساء انديه، مديرين كوره
مديرين فنيين أصبح مسؤولين، عشان برضو ما نعفيش المسؤولين من المشاركة في بعض المسؤولين عن كرة القدم في كل تخصصاتها، فأصبحت المسألة خارج الملعب بتمثل ضغوط غير طبيعية على الحكام اللي هم مش ناقصين ضغوط أصلا. وبالتالي السنة دي كان في أخطاء، أخطاء كبيرة وكتير خاصة في البداية. شفنا شيء تاني وموضوع تاني، وهو دخول تجربة الحكم الإضافي للسنة التانية وهي لسه ما زالت في بدايتها. أيضا دي سببت بعض اللغط، سببت بعض المشاكل، وشفنا أخطاء تسبب فيها الحكم الإضافي اللي هو جاي يساعد، فمساعدته كانت جاية سلبية، مساعدته قلبت بعض المباريات وأصبحت مؤثرة في نتائج بعض المباريات وحتى للفرق الكبيرة. وبالتالي هذا الموسم من المواسم الاستثنائية في كل شيء، في الضغوط، في الأخطاء، في كثرة الأخطاء، في اهتزاز مستوى معظم الحكام. أنا مش عايز أقول كلهم، المفروض أقول كلهم، لكن معظم الحكام، ومعظم دي بشكل كبير، بقى في تفاوت، بقاش في ثبات مستوى، بقت الحكام ولهم العذر إن هما يرتكبوا أخطاء، وهذه الأخطاء من سوء التوفيق ومن سوء حظهم إن تبقى مؤثرة في نهاية المباراة، أو إحنا بنعتبرها ومؤثرة حسب مصلحتنا وحسب مصلحة كل نادي. أنا بتمنى هذا الموسم يخلص على خير، لأنه فعلا موسم للنسيان، بالرغم حط تحت دي 3-4 خطوط، بالرغم أن هناك جهود مبذولة بشكل كبير جدا من القائمين على التحكيم، يتعبوا بيشتغلوا بيحاولوا، لكن هي الفكرة في أنه المناخ صعب والجو بقى صعب وبيتصعب كل يوم عن التاني. بتمنى أن شاء الله الموسم يخلص. وعلى فكرة الناس شايفة أنه الموسم عدم استكماله إلا بعد نهاية الأمم الأفريقية ده شيء سلبي، أنا شايفه شيء إيجابي بالنسبة للحكام وبالنسبة لي مستوى المنافسة، لأنه هنا هيؤجل شوية وناخد راحة شوية من المباريات الصعبة والجو المشحون، وهيبقى فيه تهدئة، وبعد البطولة نبتدي من جديد، فتبتدي الناس وهي هادية شوية. التحكيم المصري بيمر بمنعطف أنا شايف إن هو صعب، أتمنى لهم إن شاء الله إن هم يمروا منه على خير وتنتهي المسابقة من غير ما نقول إن الحكام هم السبب في إن ده خد الدوري أو هم السبب في إن ده ما خدش الدوري، وده متوقع. أتمنى تنتهي المسابقة على إنه ما يتقالش في النهاية إن الحكام هم السبب في إن الفرقة دي نزلت والحكام هم السبب إن الفرقة دي ما نزلتش، لأن خلي بالك هذا العام سواء في الهبوط أو في المربع الذهبي أو في الدرع مش هينتهي إلا في آخر صفارة، وأنا بقول لك من دلوقتي وسجل كلمتي، آخر أسبوع في الدوري هتلاقي الناس مستنية بالليل مين البطل ومين اللي هينزل. أنا بتوقع ده، وده بيزيد الأمور صعوبة. أتمنى إن شاء الله التوفيق للحكام، بتمنى التهدئة، بتمنى أنه المسؤولين عن الكرة سواء في الأندية أو في الاتحاد أو في اللجان أو حتى في الإعلام أو في المشجعين في الجماهير ياخدوا حبوب تهدئة شوية، يهدوا نفسهم شوية، عشان في النهاية صورتنا في الآخر هي اللي هتظهر. جديد ده كان كابتن جمال غدور، كابتن أحمد بيتكلم في نفس السياق اللي بتتكلم فيه، الحكام برضو محتاجين أن هم ياخدوا راحة، كله عايز زي اللعيبة والإدارات عايزة تريح برضو، كله عايز يريح، الموضوع صعب يعني، السنة دي صعبة جدا، وربنا سهل وتعدي على خير يعني. انت بتديني كلمة وعايزك اتكلم حاجات كتير بس كنت برضو لو قلت لي برضو ان الاهلي هو اللي بيحدد شكل الفريق اللي قدام، لو تخيلت الماتش اللي جاي بعد بكرة تتخيله ازاي؟ انا تالي يعني اللعيبة وصلها المسؤولية كبيرة، لان الماتش ده يعني يعتبر ماتش فاصل ان هو هيحدد، وانا بقول لك الاهلي ان شاء الله لما يعدي بشكل كويس الماتش ده ان شاء الله ياخد البطولة السنة دي. يعني كانت احنا بقالنا دي تالت نسخة يمكن بنوصل وما بناخدش البطولة. لا انا شايف ان النادي الاهلي السنه يعني حتى التعثرات دي لو عدى المرحله دي ان شاء الله الطموح هيبقى مختلف والدوافع مختلفه
وحتى يبقى اللعيبه برضو وصل لها حتى اللي ما كانتش موجوده جديده اول مره تخوض البطولات دي يبقى وصل لها برضو الاحساس البطوله. تمام لكن يعني انا شايف ان الماتش ده الاهلي ممكن يسهله وممكن يصعبه على حسب تركيز اللعيبه عامل ازاي. لو قلت لك على قائمه النادي الاهلي ما شاء الله كابتن احمد يعني في الشناوي ولطفي وشوبير وحسام عاشور احمد فتحي علي معلول وشوبير متأيد متأيد افريقي او لا ولا كويس الشوبير مش متأيد افريقيا لا لا ده هو في عايشين الاجواء بس في حسام عاشور احمد فتحي علي معلول سعد سمير ايمن اشرف رامي ربيعه ياسر ابراهيم محمود وحيد عمرو السوليه كريم ندفد ناصر ماهر محمد هاني رمضان صبحي حسين الشحات جونيور اجايه وليد ازارو مروان محسن صلاح محسن احمد حمودي دول اللي سافروا ما شاء الله شوبير اكيد مش متأيد لا انا بكلمك على القائمه يعني ما شاء الله يعني اسماء ما شاء الله ما شاء الله ولسه بره وليد سليمان و ايوه يعني انا بكلمك على القائمه اللي اسماء كبيره القائمه اللي موجوده البرج العرب يعني البرج العرب يعني لا ان شاء الله يعني المدرب يعني يقعد حاط رجل على رجل ويحط التشكيل اللي هو عايزه. متفائل ان احنا ناخد كاس افريقيا السنه دي؟ عدي بس المرحله الجايه دي الماتش اللي جاي وبعد كده ابقى اشوف بقى حساباته ايه في دماغك؟ الماتش الجاي؟ كماتش بطوله الماتش ده عشان تعدي المرحله دي لازم يبقى من اول دقيقه من اول دقيقه وخطوره الموضوع الكره المرتده الكره المرتده عند النادي الاهلي مشكله عليه فانت اكيد هتشتغل بضغط هتشتغل تضغط عليهم من قدام والسيناريو ده هو المتوقع بس انت بقى لازم تحافظ على ال 25 يارده مشكله النادي الاهلي في الفترات السابقه ايوه الثلاث خطوط بيبقوا ممطوطين زياده لان برضه النادي الاهلي دوافعه كبيره فبيضغط من قدام جامد قوي وفي نفس الوقت خط ظهر بيبقى متاخر يعني. طب ليه ما بيقللوش المساحات؟ ما انا بقول لك يعني دي مشاكل من ضمن المشاكل اللي شفتها في الماتشات اللي بره فيعني لازم يبقى حته البلوكه الواحده في ال 25 يارده الثلاث خطوط دي لازم تبقى موجوده عند النادي الاهلي وانا شايف ان شاء الله لو النادي الاهلي جاب جون في الدقائق الاولانيه في اول الماتش الماتش هيبقى هيروح في حته ثانيه خالص. طب شايف دوافع فريق شبيبه الثوره ايه؟ دوافع ان هو عايز يكسب برضه. خلي بالك الفرق اللي تيجي هنا عايزه تعمل تاريخ. ده بيقابل النادي هنا وبقابله هنا في على ارضه وطموحه ان هو برضه عايز يوصل فاهمني بس. طيب ابعد شويه عن الاهلي ولو قلت لك الخطوه اللي جايه كأحمد سامي لا ما بس خلي بالك انا بقى يعني الحاجات دي لا لا سيبها ربنا لو في حاجه بقعد وافكر يعني نشوف الدنيا ازاي وبعد كده بقى اخد القرار لكن انا ما فيش حاجه انا يعني مش من النوعيه اللي بخطط امسك حته والكلام ده لا ما فيش الكلام ده انا سايبها ما فيش ربنا. ما فيش مفاوضات من اي انديه لغايه دلوقتي لا خالص لا لا ما فيش الكلام ده لو انا ماسك النجوم كان فيه كان في انديه كبيره يعني كام نادي كويس يعني فعلا بس انا كنت الفتره دي كنت ملتزم مركز مع فريقك وملتزم بالاتفاق بينك وبينه في الفتره دي طب ده اوقات بيدور المدرب لان انا كنت اعرف برضو حد مدرب برضو كان عنده عروض تدريبيه كبيره من انديه وفجاه لازم شكرا لازم ايوه لازم المدرب ما يمسكش اكتر من فرقتين في السنه لازم عشان الادارات تبقى مظبوطه اختار كويس عارفه ان ده معاها واللعيب اللي يبقى مقصر هو اللي يمشي مش المدرب حلوه طب ودي مين اتحاد الكوره اتحاد الكوره اللي بقاله 30 سنه عمالين نقول الكلمه دي ومحدش بيعملها مش عارف ليه ايه المشكله يعني هو في ايه انا نفسي اعرف ده انا مدرب اهو بقول لك انا لازم تعملها اعمل قوانين وطبقها بكل كل والله العظيم المنظومه دي هشام زكريا قال لي نفس القصه لا هشام زكريا لا قال لي نفس نفسي يبقى فيه قال لي انا بشوف مدربين عامل مدربين ثلاث اربع فرق في السنه اربع فرق وساعات خمسه والله لا يعني كده ويطلع من ينزل ممتاز بيه يروح نازل على الممتاز يعني ما ينفعش الكلام ده خالص طب العيب فين يا كابتن؟ العيب ما هو اللي ماليش دلع واتدلع ربنا حاسبه ما هو العيب في اللي بيختار لا اللي ماليش دلع واتدلع انا راجل كاداره انا غرمان حاجه تعالى ميدو روح يا احمد روح مش عارف ايه وانت تبقى يعني انت في النص انت اضعف واحد والاداره بتلاقي دلع ما لازم تتدلع مفيش حد بيحاسب اصلا لكن لما يبقى عارف ان هو المدرب ده لو مشي ليك واحد تاني لو جبت بقى ده
وخلي بالك اللي يمشي كمان لازم ناخد مرتبه لغايه اخر السنه كمدرب. انا معاك والله جدا. عشان لما تيجي تمشي حد تبقى قد المشيان ولما تختار حد تبقى قد الاختيار. بالظبط عليك نور. لكن احنا شغالين هنا سبهلله. اي حد اللي والله اي حد نفسه في حاجه بيعملها بفلوسي. بفلوسي ايوه كابتن بفلوسي يا كابتن. لا لا مش كده. انا ما بنقبلش الكلام ده خالص. والله ما بنقبلش الكلام ده. مش حكايه بفلوسي ولا الكلام ده. بس في ناس انت بتشتغل في لا معلش انت بتشتغل بتتكلم بصراحه. انا بكلمك بصراحه. لا لا الموضوع مش فلوس. في ناس بتقبل يا كابتن. لا تقبل بس انا عايز تنكر ان في ناس بتقبل. لا بس ما تدخلنيش في فلوس. لا مش بدخلك في مواضيع. لا انا والله ولا ضد الاتجاه ده. لا انا بتكلم على ايه. انت يا ميدو خليك بس معايا. انت متدلع. لو ما استفدتش بالدلع ده ربنا يحاسبك. ما انا بقول لك. ايوه طيب خلاص. انت راجل انت بتشتغل في ما فيش نظام. فانت هتعرف تتحرك زي ما انت عايز. ما انت مش لاقي حاجه يعني. ما فيش قواعد رولز تمشي عليها. وانا في برضو يعني احنا بنتكلم والله. انت عارف انا مش من الاتجاه ان انا بصدر كلام. وان انا انت مش بصدر يعني كلام. هو ده النظام لازم يتطبق. لان أنا عندنا ممكن الموضوع فج. عارف انت الموضوع ده لو مش فج عندنا ممكن ما تطبقوش. فج جدا. لكن الموضوع ده فج بقاله فترات كتير. لكن انا كحد رئيس نادي. بس احنا بنقول ايه من حاسب. ممكن واحد يقول لك مش من رئيس النادي. والله لا انا بتكلم مش من الانديه. من اتحاد الكوره. انا راجل لو انا من اتحاد الكوره اعمل قرارات. انا مش دعوه بالانديه. مين قوي ومين ضعيف. انا بحط نظام ويمشي على الكبير زي الصغير. طب ماشي. بس يعني اسمعني. اتفضل اسمعني. يعني بلاش رئيس نادي. واحد مسؤول يا سيدي. لو بتحاسب مش هينتقي كويس وهيبقى واخد باله جدا 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 وعارف ان هو في حد هيحاسبه. طبعا. ومين اللي هيحاسبه؟ ما انا هقول لك اهو. في ناس بتحاسب وفي ناس يقول لك لا انا والله انا فلوس انا اللي بجيبه وبودي ومحدش ليه مسؤوليه عندي خالص. ايوه ماشي. في رولز. لو ماشي بقى اتحاد الكوره حاطط الرولز دي بالظبط. فلوسه دي هيعملها هيحطها في البنك. ايوه كده. احنا طلعنا مش هيعرف يجيب الاثنين. بالظبط. يبقى هيحوشها يجيب لعيب كويس. مش هيحوشها لانه هيدي المدرب برده فلوسه كلها زي ما انت بالظبط لغايه اخر السنه. ليه انت ما ينفعش يبقى انت في التروس بتاعت منظومه الكوره واحد ضعيف وواحد قوي. التروس اداره زي مدرب زي لعيبه. تعامل الثلاثه دول الثلاث نقط دول واحد. ايه الروابط اللي ما بينهم؟ هي قواعد بتمشي عليها وكل واحد ينظم العلاقه ما بينهم. خايف اقول لك شعاع النور اللي انت شايفه تقول لي مش شايف حاجه. لا في ده احنا بلد كويسه جدا. لا في الكوره بلد كويسه جدا. طب في الكوره قولي والله إيه العظيم. قولي إيه عندنا انت شايفه. عندنا مقاومات. عندنا مقاومات كلاعيبه. عندنا لعيبه. كملاعب عندنا ملاعب. مدربين عندنا مدربين. سيبك انا معلش انا يعني هخرج بره القصه دي واكلمك على المدربين. أوكي. حاجه بسيطه كده وارجع تاني. اوكي. عندنا كل العوامل دي اللي تنجحك. عندنا استادات وعندنا فنادق وعندنا بنيه تحتيه وطرق. عندنا حاجه كويسه. عندنا مدربين ينجحوا. عندنا مدربين. كل المدربين اللي بيجوا من بره معلش مدربين مصريين في نسبه كبيره اللي موجوده احسن منهم معلش. انت ما بتجيبليش جوارديولا. انت ما بتجيبليش كلوب. انت ما بتجيبليش حد. انت بتجيب لي مدرب وانا قريب منه. يعني انت بتجيب لي ما بتجيبليش طفره. يعني مثلا بتكلم في مثلا في الدول العربيه الفلوس اكتر شويه فبيجيبوا مدربين عالميين مصنفين. فاهمني؟ لكن انت وطوروا شويه فعلا مصنفين بيجيب لك مدرب بفلوس كتير. لكن انت طوروا في الاماكن اللي هم طبعا. انت هنا بتجيب مدرب قريب من الدوري المدرب المصري. يمكن المدرب المصري في بعض الاوقات احسن منه. فانا دي انا متحفظ عليها. تمام. زائد انت عندك كل المقاومات دي. بس انت ميدو ما عندكش القوه والنظام والقانون. انا بكلمك في الكوره. عندنا قانون الرياضه. عندنا كل حاجه. لكن انت بتشوف اي حد نفسه حاجه بيطلع يقولها. لا كل اللي لازم دي كل دوت نعيد تأهيل القصة دي كلها وتبقى مرتبطة ببعض. إعلام مع اتحاد كورة مع دوري مع لعيبة مع رئيس نادي بشكل واحد. وخلي بالك مش صعب خالص. أنت عندك كل النقط دي إيجابية. بس أنت ما عندكش رولز. ولو عندك رولز خايف تطبقها. ما أعرفش ليه. تخاف ليه؟ أنا علاقتي بميدو بره الهوا إخوات. لو جينا الهوا شغل. في شغل بالظبط. انا رايي وانت رايك وانا مش مقتنع برايك والكلام ده ما تزعلناش من خالص بعض خالص خالص خالص. مش عشان رئيس نادي يكلمك في التليفون او ده يكلمك في التليفون او ده يكلمك في التليفون اغير تفكيري. لا يبقى انت ما عندكش شغل. ما انت لا تصلح للمكان اللي انت فيه. قوتك من قوه انت بتنظم. يبقى انت تنظم صح بكل قوه. واللي مش عاجبه هو حر ما يعجبوش. لكن انت طالما انت شايفه ماشي مع القانون
وماشي مع صريح وبيتعامل كل الناس، ما فيش حاجه اسمها نادي صغير ونادي كبير. زائد انا نسيت اقول لك على حاجه، قول لي من ضمن برضو عدم النظام ان لازم عشان يبقى فيه رخصه للدوري الممتاز. رخصه يعني ايه الدوري الممتاز؟ يعني انا عشان ببقى ممتاز به واطلع للدوري الممتاز لازم يبقى معايا رخصه. رخصه نادي، مش اي حد يطلع دوري ممتاز، معلش مع احترام الفرق اللي بتلعب ممتاز به. وهي طالعه بتطلع معاك رخصه. وايه يعني ايه معنى الرخصه دي؟ يعني الميزانيه، لازم تحط لي فلوس في البنك، فلوس اللعيبه دي تبقى في البنك اللي انت متعاقد معاها دي عشان تطلع دوري ممتاز. وده الاحتراف. ما ينفعش يبقى لعيب يقعد يشحت منك ويدور على رئيس النادي ويدور على عضو مجلس اداره عشان ياخد منه مرتبه. ما ينفعش انت تاخره لخمسه وعشره وخمستاشر في الشهر. لازم يبقى ليك ميزانيه، والميزانيه دي تبقى واضحه وفي حساب اتحاد الكوره. اللعيب هو بيروح ياخد عقده بالظبط. طبعا يعني في حاجات كتير جدا ممكن تتعمل طبعا، يعني وسهله كده تعملها، بس انت مش عايز تعملها. والله سهله وحاجات هتخليك ناجح جدا في يعني مش شرط مثلا اول مجموعه مثلا بتاع الممتاز به انه يطلع دوري ممتاز لو ما معهوش الرخصه دي. الثاني لو عنده الميزانيه دي هو اللي يطلع. ما فيش حاجه اسمها الكلام ده. مفيش حاجه اسمها انا ابقى طالع مفلس معيش فلوس، ابقى طالع عشان طالع تعمل ايه عشان تنزل؟ لا انا مش عايزك انت. انا عايزك ده دوري محترفين، يبقى لازم يبقى تبقى انت قوي زي الدوري ما هو قوي. والله يا كابتن انت بتقول كلام اساسا يعني في كل حاجه تنجح. ما انا مستغرب. سهل جدا تعمله والله العظيم. انا مستغرب والله العظيم. سهل جدا. بس يعني الموضوع في بقى اكيد في حاجه اقوى من الحاجات دي بتحصل. احنا مش عارفين ايه بقى الاقوى. مش هقول لك. الحب. حب والكره هو الاقوى. اقول لك بعد الهوا يا ريت. يا ريت على الحب والكره. تعالوا نشوف سياده اللواء علي درويش رئيس هيئه استاد القاهره قال ايه عن استعداد استاد القاهره لاستقبال البطوله الافريقيه، ونرجع نكمل مع النجم الصريح جدا كابتن احمد سامي. ان شاء الله الاستاد بيشهد تطورات كثيره جدا هتسعد جماهير الكوره وهتشرف الشعب المصري في تنظيم بطوله امم افريقيا. ان شاء الله من اول الطريق ومن اول البوابه واول المدخل الرئيسي للاستاد هيبقى واجهه حضاريه بنقول فيها بسم الله الرحمن الرحيم مصر الجديده، هي تتزامن وتتوافق مع رئاسة سيادة الرئيس للاتحاد الأفريقي وعودة الريادة المصرية لدول أفريقيا. وانت عارف مكانة مصر في أفريقيا ايه، ولما مصر بتنظم كأس الأمم الأفريقية ان شاء الله بتبقى من أكبر الدول، ودي تبقى نواة ان شاء الله لتنظيم كأس العالم في المستقبل ان شاء الله. كنا الأول متعاقدين مع شركة أجنبية من خلال الهيئة العربية للتصنيع لتحديث تقنية النجيل في الملعب، وإن شاء الله هيبقى الملعب الفريد من نوعه في مصر، أو هو النواة أو هو أول ملعب يتم بتقنية حديثة في جمهورية مصر العربية. وإن شاء الله بعد كده هيعمم لما الناس إن شاء الله تشوفه في كأس الأمم الأفريقية. والمضمار اللي هو حوالين الملعب بعد كده، بعد ما أعلن تنظيم كأس الأمم الأفريقية بدأنا بقى طبعا تتولى الحكومة تحت إشراف كمان السيد الرئيس اللي يبقى فيه تطوير في الشكل العام في المدخل وفي استقبال أو مكان الاستقبال الهوسبيتاليتي بتاع الضيوف إن شاء الله. بدأنا نراعي متطلبات الكاف والفيفا في عدد الكراسي في المقصورة، وبدأنا نغير كراسي الاستاد بالكامل إن شاء الله، يعني كلها تفكت دلوقتي. لو حضرتك حتى صورت هتلاقي المدرجات فاضية، وبيتعمل دلوقتي ريبير للشاسيهات عشان نستغل الشاسيهات اللي موجودة ونقلل التكلفة، وتقريبا إن شاء الله هنبدأ في أول أربعة نركب الكراسي الجديدة.
هنخش جوه الـ الـ بنوضب دور كامل عشان استقبال الضيوف اللي هيجوا والرعاة، البهو والمقصورة الرئيسية والمقصورة الأمامية، وزي ما حضرتك قلت لك أنا احنا وسعناها بس خدنا جزء من كراسي درجة الأولى يمين ويسار عشان يوصل عددها لحوالي 2200 وهتدقق يعني يمكن يكون أقل كده شوية. الكراسي بالكامل هتتغير طبعا، بنعمل صيانة في شاشات النتائج هنشوفها محتاجة ايه، جاي الطقم اللي هو بتاع الشركة اللي هي صنعت في كوريا جاي يكشف عليها ويشوفها محتاجة ايه، اللي موجود عندنا قطع غيار موجود، اللي مش موجود هيبعت يجيبه، وفي خلال شهر هتكون الشاشة بإذن الله صالحة وبنسبة كبيرة هنحدث الفيرجن بتاعها. قلنا هنغير الكراسي، قلنا هنحط شاشة كمان في واجهة المقصورة الرئيسية يتم عليها إعلانات ويبقى المنظر كويس، هيبقى في أضواء وشكل كويس جدا يليق بالبطولة. غرف خلع الملابس انت عارف انهم 4، 2 للفرقتين اللي بيلعبوا و2 لو للفرقتين اللي عليهم الدور لو جم قبل ما يغادروا الفرق الأولانية. عملناها كلها طبقا لطلبات الاتحاد في مدخل اللاعبين وبمستوى عالي جدا، بمناطق تسخين كمان للاعيبه قبل ما ينزل يسخن في الملعب. تكلفه لسه ما فيش حاجه، ما بقدرش اقول لك هتتكلف كام، لما هتتكلف في الاخر لو هتتكلف 1,000,000 جنيه اهو ده من الدوله، يبقى مطلوب مننا ان احنا نحافظ عليها. احنا اسره الاستاد من اول، انا الحاجه اللي بنعملها بنحافظ عليها، بمعنى ايه؟ ان انا بنزل ومر وبشوف الصيانه، ولو في حاجه تلفت لو ما كانوش يقولوا لي مين اللي في عهدته بتقسم عليه، عشان يعني مش معقول هنصرف وبعد كده تبوظ بعد سنه يعني نبقى احنا فسده يعني. الاستاد زي ما هو بيسع حوالي 72,300 و100، هتدقق بعد التعديلات اللي احنا بنعملها، انما الماتشات اللي بيبقى فيها مصر ممكن بتوصل بقى ل 100,000، الناس بتقعد على الكراسي وعلى اسف يعني على السلالم وعلى الطبانات، فبيسع اكتر من 100,000. انما لو هنقعد نقول الكراسي هم 72,000 تقريبا ونص. احنا عندنا دايما الصيانه يعني او ثقافه الصيانه ما كانتش موجوده قبل كده ودي حقيقه، فاحنا بنوضب نكسر ماسوره ميه مثلا، يجي مرفق الميه نكتشف ان الخط متهالك وطبعا يحتاج لتغيير لانه معمول من السبعينات، فطبعا ما كان لزاما عليا ان انا اتصل بمرفق الميه، والمهندس ممدوح نفسه بعت الناس عشان يشتغلوا على طول ونخلص في وقت قياسي، وسايبين الخط القديم موجود وهننشئ ان شاء الله خط موازي له، عشان الملعب حاليا شغال وبيتسقي ميه، واول ما يخلصوا هنوقف وننقل على الخط الجديد. دي مثلا مشكله، دي مشكله بتقابلنا. التنسيقات طبعا دي انا يعني عيني في وسط راسي، لان الجهات كتير شغاله فلازم ننسق، كل واحد عنده مشكله نحلها له، عايز يحفر بجيب له شركه الكهرباء عشان تقول له خلي بالك، والغاز وهكذا يعني، دي تنسيقات كلها. المشاكل التانية اللي انا ببقى نفسي اعمل حاجات اكتر، لكن انا بقول ايه يعني اللهم لك الف حمد وشكر، اللي هيتم هيتم، واللي مش هنقدر نعمله دلوقتي في التوقيت او عشان التكلفه نخليه ان شاء الله في المستقبل. لكن احنا بنعظم اي حاجه بتتصرف. يعني ايه بنعظم اي حاجه بتتصرف؟ يعني الكراسي كانت يجب انها تتغير، متهالكه جدا، بس كان في منها سليم بنديه لمراكز الشباب. كان في جزء اتغير في تقريبا في 2013 2012، فالكرسي حالته كويسه اللي هو كان الازرق ومكتوب عليه كايرو ستاديوم،
ده نقلته في استاد الهوكي على اساس ان انا ما اشتريش لاستاد الهوكي كراسي، فقعدنا استخدامه تاني ودلوقتي ركب. والاستاد الهوكي دلوقتي كنا عملنا له الكهرباء بتاعه الابراج بتاعته وغيرنا له الكراسي، ناقص الارضيه. ادينا بناخد حاجه، كل ما بعمل حاجه بستفيد من الصالح فيه يعني. يا رب ان شاء الله بفضل ربنا سبحانه وتعالى اولا وتشجيعهم مصر تحصل على بطوله الامم الافريقيه، انا بتمناها عشان احس ان كل التعب اللي تم ده ربنا كلله بالنجاح. يا رب نحب بلدنا، احنا بنحب بلدنا، بس يا رب نحافظ على الحاجه ويبقى عندنا وعي. أهلا بحضراتكم من جديد. ده كان كلام اللواء سيد علي درويش رئيس هيئة السد القاهرة، يعني كل التوفيق في الفترة اللي جاية. الوقت عمال يجري يا كابتن أحمد وكله بيشتغل على قدم وساق، لكن السد كان قدامه وقت طويل بصراحة. خلينا خمس سنين محدش بيلعب عليه. يعني خلينا بلاش، أنا مش عايز أسألك أنا الأسئلة دي. خلينا نعدي الحلقة دي على خير. عايز اقول لك اختيارات اجيري للعبت المنتخب، وشايف اجيري ازاي في الفتره اللي فاتت؟ والله يعني انا شايف ان هو اتفرج على كل الماتشات ودي حاجه كويسه جدا. هو الجهاز وعايز ينزل اعمار، دي برضو حاجه كويسه. بس انا مش معاه في كل القصه، يعني لازم يبقى فيه خبرات موجوده، لان فيه هتبقى مواقف صعبه في كاس الامم، لازم لعيبه كبيره تبقى موجوده، لانها العمليه مش هتبقى عشان على ارضك، الموضوع هيبقى سهل، الموضوع هيبقى صعب جدا، ولازم يبقى عندك لعيبه خبرات تبقى سبورت للعيبه اللي هي سنها. لكن انا حته ان انا انزل الاعمار بشكل عريض هتبقى الموضوع صعب بشكل كامل. هتبقى صعب. لكن شايفه ازاي فنيا؟ والله الفترة مش هو اشتغل أول ما جيب بكذا طريقة، لعب ساعات 4-2-3-1، ساعات لعب 3-4-3، ساعات لعب 4-2-3-1، يعني بيشتغل بكذا طريقة. والحتة الهجومية اتحسنت شوية، اتحسنت عندنا عن فترة كوبر كتير، بس هو الحكم عليه بشكل هيبقى طريقة أدائك في كأس الأمم. منتخبات أولا الدوريات كلها هتخلص، فكل اللعيبه المحترفه هتيجي، فهيبقى النسخه دي هتبقى قويه. وشايف التطور الرهيب للمنتخبات الافريقيه واللعيبه. خلي بالك ما بقاش الفروق زي زمان، الفروق بتبقى واضحه، لا دلوقتي الفروق كل اللعيبه، انت بتتفرج دلوقتي الدوري عند الدوري بتاعنا في مش فرق كبيره وفرق صغيره، فروق اللعيبه نفسها ما تبقاش الفروق كبيره زي الاول. لكن دلوقتي زي كاس الامم، كاس الامم ده هتبقى في منتخبات كل المحترفين هيجوا، ودي حاجه فرصه كويسه ان هيبقى احتكاك كويس حتى للاعمار الصغيره عندنا في كاس في المنتخب. بس في نفس الوقت انت مطالب ان تاخد البطوله طبعا، وهتاخد البطوله لازم يبقى عندك خبرات على الاقل في كل مركز. شايف تقارب المستويات يا كابتن احمد ليه؟ من وجهه نظرك ليه تقارب المستويات الافريقيه اللي احنا كنا بنروح نكسب ونمشي، يعني رايحين نكسب 3-4 وجايين؟ اللعيبه احترفت بره بشكل عريض، فتطور ادائها الذهني كمان الافارقه، الطرق اللعب بقى عندهم استيعاب طرق اللعب الجماعي، نفس النواحي دلوقتي بقت معتمده على القوه والسرعه والنواحي البدنيه بشكل مركز، الموهبه بتبقى المهاره او المهاره العريضه بتستعمل في مناطق معينه، بقى الشغل الكتيم ورك بقى اقوى، الشغل الخططي بقى اقوى، الشغل البدني بقى اقوى. نتيجه تخطيط من الاتحادات الافريقيه ولا هي جت معاهم كده؟ لا ما بيتكلم، يعني انت لما تيجي تشتري واحد مثلا لعيب صغير من هنا، لعيب صغير صغير ونادي مش كبير، يقول لك عايز 20 مليون، عايز 30 اي حاجه، لكن بره لا اي ارقام، اضرب اي ارقام يمكن تلقط. ما هو بيحصل كده، ما فيش اي تخطيط.
على حسب المزاج. اه والله. لكن انت بقى بره في افريقيا العوامل بتبقى مختلفه. اولا اللعيب بيسهلوا له ان هو يطلع بره، فبيطلع من صغره فبياخد طريق تفكير ثقافه، ياخد شكل تاني خالص، شكل تاني خالص، بتكون شخصيه مختلفه. انت نفسك اللعيبه تبقى بالظبط. انا نفسي في الموضوع. لكن انت هنا عندك بتبقى صعب جدا ان انت تسيب لعيب. طب ايه اللي تفتكر ايه اللي بيفكروا فيه؟ يعني ايه اللي بيستفيدوه لما يسهلوا اللعيب اللي هو اللي يحترف بره؟ كل واحد خايف ياخد المسؤوليه. يعني لما تيجي انت مثلا، لا لا انا بتكلم على الدول الافريقيه. اه ايه اللي بيستفيده هو الاتحاد ان هو يسهل اللعيب ان هو يخرج بره؟ دي اولا اقتصاديا. يعني نقول للناس برضو، يعني الناس اقتصاديا يعني انت مش بتصدر هنا مهندسين يروحوا السعوديه ويروحوا هنا مدرسين بيروح، انا بصدق لعيب الكوره، ما هي قوه اقتصاديه. وفي نفس الوقت بترجع لك الكلام ده كلاعب بيرجع بيفيد منتخبه، في المنتخب كمان بيديك قوه ثقافيه ان انت لعيب بقى مشهور ومصنف. كل الاضواء لو عندك سياحه بص عليك، لو بالزبط عندك بالزبط ميزه بص عليك، يعني في حاجات كتير انعكاسات بتعود عليك من الكلام ده. والله انا عشان كده بستغرب برضه. لكن انت عندك بقى عندك حد يجي مثلا يجي يقول مثلا ميدو يروح، لا هسهله ان هو يحترف، يبقى ايه بقى اول نيه؟ يبقى قابض. ما هو يخاف ياخد المسؤوليه عشان كده. ما هو والله العظيم صدقني في ناس كتير قوي عندها افكار كويسه بس خايفه، لان احنا عندنا عندنا من الافكار السلبيه، ما عندناش حسن النيه الاول. ايوه بالظبط، بس انت فكره سوء النيه الاول وبعد كده حسن النيه. لكن انت لو انت عندك افكار عايزك تطور بتاع سهل لميدو يطلع بره ويحترف ويعود تاني واعمل بقى النسب اللي انت بتقول عليها، لو شاركت لو اتبعت لو عملت لو جبت جوان يبقى اعمل اللي انت عايزه في العقود اللي بينك وبين النادي. بس سهل بيبقى انت شفت احمد حمدي مش جاله اودونيزي فتره من جاله اودونيزي ما الناس النادي الاهلي ما رضاش يخرجه وبتخرجه للجونه دلوقتي. فالما ايه يعني؟ لا ده طبعا دي اداره ودي اداره ودي قصه ودي قصه وده مدرب وده مدرب. برضو انا عايز اقول لك ان تخيل بقى هو راح اودونيزي والنادي الاهلي حطه شرط مثلا شروط ان هو جاب جول لو اتنقل من النادي وبتاع، كان استفاد ماديا اكتر اكيد اكيد، فاهمني؟ بس وبتعود على القصه كمان أكيد. يعني حته التكلف في اي حاجه دي صعبه جدا. وزي ما انت بتقول يا كابتن دايما بيفكروا فيك سلبيا قبل ايجابيا. انت لو سهلت ان انت تطلع لعيب بيقول لك ده واخد فلوس، لان سوء النيه على طول هو الاول. فانت تخاف اساسا تتكلم، ما انت مش عايز تاخد قرار بقى. تبقى انت قدامك تمضي شيك عشان الراجل ده ياخد مرتباته، لا يقول لك استنى استنى شويه خايف امضي الشيك. انا بكلمك في كل المجالات كده. طيب يا كابتن كيف ننظم بطوله اتحاد السنه العام؟ بلاش يا جماعه الاسئله دي للكابتن احمد سامي يا جماعه، بلاش الاسئله، لازم نشوف قوه الضيف ونساله الاسئله بصراحه. يعني انا اسالك سؤال زي كده نمشي انا وانت من لا 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 مفيش حاجه، انا بتكلم والله العظيم اللي انا شايفه. انا بعمري ما باجي انا بحترم فيه جدا صراحتك، انا صراحتك بقوله بحدود يعني ما لا لا طب 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 طبعا الصراحه حاجه كويسه قوي. وبعدين قوي يا ريت. وبعدين طالما انت ما بتلعبش في حد انت بتتكلم بشكل عام والمصلحه ونفسك يحصل ايه للمصلحه العامه. للمصلحه العامه شايف محمد صلاح ازاي؟ اخر سؤال اساله لك محمد صلاح وردود الافعال اللي بعد تصريحات محمد صلاح. محمد صلاح ما قالش حاجه غلط. المنتاليتي في لعيبه الكوره في مصر مشكله. دي حاجه ما احنا كنا مش بنتكلم بقى لنا كذا سنه. اتكلم ان هو احسن لعيب عربي وافريقي هو دي حقيقه. وبعدين خلي بالك حته ان هو يقول كده دي قوه، ده المفروض اعمله سبورت. هو احسن لعيب عربي ولا احسن لعيب افريقي واحسن لعيب جه في تاريخ مصر وقول كده. ايه المشكله؟ كريستيانو ليه مشكله؟ ليه بقى عارف بقى تصدر ايه؟ ان هو اصله مغرور، اصله هو اتغير، الكلام بقى السلبي اللي بيجيبك من هدومك لتحت. ناس بتشد من هدوم وناس بترفع. في هي دي افكار، افكار كل واحد ايه؟ لكن انا شايف ان هو ما قالش ولا كلمه غلط. عادي يتكلم عادي اللي في قلبه وعادي واتكلم من وجهه نظره ايه؟ لازم تحترمها. لا ده في حاجه مهمه جدا كابتن احمد كمان، امبارح لما قعدت افكر انا امبارح اتكلمت مع الساده المشاهدين وانتوا عارفين انا بتكلم معاكم بصراحه، قلت لكم ان محمد صلاح حتى لو هو قال ممكن اكون اخطات وانا مش قاصد لكن انا ما اخطاتش. هو ما قالش حاجه غلط. ده هو قال كده كمان محمد كمان. لكن انا بتكلم كمان ممكن محمد صلاح زي ما كان الكابتن احمد سامي بيتكلم بيقول انا احسن لعيب، هو عارف ان وراه شعب هيقولوا انت احسن لعيب. بالظبط. انت لعيب ما حصلتش. ودي هو بيتكلم قوته مننا، خلي بالكوا احنا كمصريين واحنا مدين له قوه بعد ربنا طبعا، فعشان كده هو مسنود. محمد صلاح مش واخد احسن لعيب في افريقيا؟
محمد صلاح في حد حقق انجازات في مصر زيه؟ لا. محمد صلاح ما شاء الله عليه، هو كانت هو اللي كان سبب ان وصلنا كاس، عده عوامل كتير جدا. محمد صلاح محترف احسن نادي في وبينافس، ومن ال بيتقال اسمه بعد كريستيانو وميسي. بالظبط هو دي مش حقيقه. حقيقه. طيب خلاص ليه ما انا ما اقولش؟ مش انا بقى، مش هو اللي يقول، انا اللي اطلع اقول. يعني دي حقيقه. وكمان يعني كمان هو فعلا قال كده، انا قلت ليه لا ما يكونش محمد صلاح فاهم ان هو بيتكلم كده وعارف ان احنا كلنا هندعمه. دي ثقه مش غرور. بالظبط. حاجه كويسه يعني. دايما ببقى مبسوط وانت معايا حبيبي والله العظيم يا كابتن، وبتشرف بيك وان شاء الله تمسك الاحسن. كل شهر مره عشان مشوار جامد قوي. ما يا كابتن مش عايز اقول لك مشوار ساعتين ونص قبل ما تيجي عشان ده يوم الخميس. بعد كده ما بلاش الخميس. اقول لك انا المواعيد يوم الجمعه. نورت وشرفتك. ربنا يخليك ان شاء الله. ربنا يديلك اللي انت عايزه باذن الله، تمسك احسن نادي في الدنيا وتعمل كل اللي في ايدك. يعني طبعا للنادي الاهلي في الماتشات الجايه وكل اللي ونادي الزمالك وكل لعيبه. وكنت كانت بتمنى الاسماعيلي يكمل، وخلي بالك ما كانش بعيد. انا شايف الفرق الثانيه مش مستواها مش اعلى من الاسماعيلي. هي كانت بس البدايه كانت مش كويسه. فانا يعني بتمنى لكل الناس، انا نفسي الاهلي ياخد بطوله افريقيا، نفسي الزمالك ياخد الكونفدراليه بصراحه. انا نفسي يعني تبقى دي حاجه باور. خلي بالك انت ما بتاخد كانديه كبيره، بتاخد في مصر افريقيا، بتديك باور كمان وشخصيه للعيبه اللي تلعب في منتخب. بالزبط. وانت داخل على منتخب في كاس امم بتديك باور للعيبه. اكيد اكيد اكيد. شكرا جدا ليك. الله يخليك، نورت وشرفت. دي كانت فقرتنا الاولى مع النجم كابتن احمد سامي. بتمنى له كل التوفيق. انا شخصيا هو شخصيه تستحق الاحترام وحاجه جميله جدا، وان شاء الله يمسك نادي يليق بيه باذن الله. بعد الفاصل هيكون معاكم الدكتور محمد سراج الدين، عضو مجلس اداره النادي الاهلي، في ضيافه الكابتن خالد العاضي المتالق. استنوهم بعد الفاصل. مساء الخير على كل مشاهدي قناة النادي الأهلي في الحلقة أو الفقرة الأخيرة من الأهلي الليلة. النهاردة معانا حاجة مهمة، بطولات النادي الأهلي واللي بتعمل في النادي الأهلي حاجة مهمة جدا لتاريخ النادي وبطولات النادي، وصنعها حاجة يعني متعبة جدا جايزة. وأنا جربت، واحد من الناس اللي جربوا الموضوع ده في النادي الأهلي، فعلا بيكون في فريق كبير عمل برئاسة وبقيادة عشان يقدروا يطلعوا هذا المنتج قدام اعضاء النادي وقدام جماهير النادي وقدام الناس كلها. فبيتعبوا كتير، بيقعدوا اربع خمس شهور قبل البطوله عشان يقدروا يطلعوا هذا المنتج. معانا النهارده حد مهم جدا، لان في بطوله كمان يومين، بطوله افريقيا لكره الطايره سيدات هتقام على صاله النادي الاهلي. معانا النهارده في اخر الحوار النهارده معانا دكتور محمد سراج، عضو مجلس اداره النادي الاهلي ورئيس اللجنه العليا المنظمه للبطوله الافريقيه لكره الطايره سيدات. دكتور سراج منورنا. اهلا بيك كابتن خالد، يعني سعيد بوجودي معاك، وتحياتي ليك والساده المشاهدين جميعا. اكيد البطولات دي اللي بتحصل بيكون تكليف مش تشريف لعضو مجلس الاداره. لا طبعا، احنا كلنا متشرفين ان احنا موجودين في النادي الاهلي وبنخدم النادي، وفي اي شيء طبعا بيوكل لينا بنكون بنحاول نطلعه بافضل صوره، وان احنا نحاول نعمل يعني قصارى جهدنا يعني ان احنا نطلع الحاجه بالشكل اللي يليق باسم النادي الاهلي. انا واحد من الناس عارف ان انت 24 ساعه صاحي لهذه البطوله، بتتابع تفاصيل التفاصيل. بس خلينا نقول ان الاتحاد الافريقي بيسند لتاني مره على التوالي او تاني سنه على التوالي بطوله افريقيه للنادي الاهلي على طول رجال وسيدات. مظبوط، دي تاني مره فعلا الحمد لله. يمكن السنه اللي فاتت البطوله خرجت بشكل اكتر من رائع، كانت متنظمه بشكل كويس جدا طبعا من زملائي في المجلس محمد الجرحي ومحمد الضماطي، ويمكن ده كان من اسباب الدوافع ان احنا نتقدم برضو تاني بطلب تنظيم البطوله ان شاء الله عشان برضو نخرجها بالشكل اللي يليق باسم النادي الاهلي. والحمد لله يمكن دخلنا في منافسه مع نادي الترجي التونسي في التنظيم، والنادي الاهلي كسب التنظيم الحمد لله. بدايه لما بدا مجلس الاداره يكلف حضرتك للبطوله دي، بدات ازاي البطوله دي؟ والله هو طبعا في البدايه خالص انا قعدت مع مدير البطوله في الاول طبعا كابتن رؤوف عبد القادر، وهو من الناس طبعا اللي احنا يعني بنحترم جدا تواجدها في النادي، وليهم خبرات كبيره جدا في تنظيم البطولات وفي المجال النشاط الرياضي.
قعدنا مع بعض طبعا شكلنا اللجنة العليا، ومن ثم شكلنا بقى جميع اللجان المختلفة المتعاونة لتنظيم البطولة. فطبعا ده كان بالتنسيق بيني وبينه، وعلى هذا الأساس شكلنا كل اللجان. لما بدأتوا تشتغلوا وبدأت تاخد اللجانك وبدأت تشتغل، في لجان جوه البطولة دايما بيكون ليها طابع خاص. على سبيل المثال لجنة الإقامة والإعاشة أعتقد لجنة مهمة جدا جوه البطولة، لجنة التسويق في فرع مهم جدا، والافتتاح والختام، وده المنظر العام للبطولة تقريبا. والله بص كابتن خالد، انا يعني انا بعتبر طبعا كل اللجان اللي عندي مهمه زي نفس الاهميه زيها زي بعض. تمام. يعني بصراحه يعني انا احنا لما جينا برده شكلنا اللجان عملنا حاجه برده كويسه، احنا كان دايما بيبقى فيه لجان كتير قوي يعني. كان برده العرف ده زمان يعني في اي بطوله كان اللجان ممكن توصل لرقم 20 لجنه، وحضرتك عارف اكيد قادره يعني في القصه دي. فانا حاولنا برده وده كان برده التصور، انا قعدت برده مع كابتن محمود الخطيب برده قبلها، ان احنا نشوف ازاي نقدر نغير ونجدد الشكل والاطار العام لتنظيم بقى البطولات في النادي حتى دلوقتي ومستقبلا. فكان الهدف برده ان احنا ازاي يبقى فيه تركيز، فالتركيز ده انت هتقلل عدد اللجان بشيء اللي هو ما يدركش في البطوله. كويس. فده اللي احنا حاولنا نعمله. فاحنا في النهايه هتلاقي ان احنا وصلنا ل 12 لجنه. 12 لجنه جوه البطوله؟ 12 لجنه. مش قليل شويه؟ لا خالص. 12 لجنه كلهم بصراحه كل واحد ليه التاسكس بتاعته، شغالين بمنتهى القوه وشغالين بتركيز، ومفيش حاجه فيهم يعني او حاجه مطلوبه مننا احنا ما دخلناهاش في اللجان. يعني احنا لما بيجي نشيل لجان، لان انت النادي الاهلي مؤسسه كبيره جدا، اداراته ما شاء الله الناس كلها شغاله بقوه، فانت اوريدي عندك ادارات هي بتخدم البطوله اوريدي يعني. الادارات دي عندك في النادي انت بتستخدمها في اي حدث يخص النادي الاهلي عشان يخرج بالشكل اللائق. طيب. وفي لجان بتحتاجها معاك اول باول. يعني في لجان بتحتاجها معاك اول باول. يعني احنا مثلا لجنه الماليه، لجنه الاقامه والاعاشه، اللجنه الماليه استاذ عماد حلمي، اقامه والاعاشه في وائل عزت، البطاقات والتصاريح عندنا مهندس كمال محسن، اللجنه الاعلاميه جمال جبر، عندنا الاستقبال والمغادره في اللواء خالد ابو زينه، تمام، تسويق امير توفيق، علاقات العامه ريم الدسوقي، الامن العميد علاء في المراسم الافتتاح والختام وليد مبروك، مشترات استاذ محمد جابر، عندنا التقييم والاحصاء كابتن نور عطيه. ثم عندنا بقى حاجه اللي استحدثناها، قلنا الادارات المتعاونه، دي اللجنه رقم 12 الادارات المتعاونه. يعني ايه الادارات المتعاونه؟ دي كل بقى الادارات اللي ممكن تخدم على البطوله وهي اوريدي ادارات موجوده في النادي. دي احنا حطيناها في بوكس واحد كلجنه واحده، وتبعياتها بتبقى لمدير البطوله الكابتن رؤوف عبد القادر. دي طبعا حاجات اللي انت بتستخدمها زي السكرتاريه، الخدمات، اللجنه الطبيه، الهندسيه، الحجوزات، الصالات والملاعب، كل دول شغالين معانا لكن تحت نطاق على طول للجنه العليا، يعني هم شغالين تحت اللجنه العليا على طول. النادي الاهلي طول عمره اشتغل اسره واحده، كيان ما بتنسبش لاشخاص، بطولات، كان الاستاذ الجرحي عضو مجلس اداره السنه اللي فاتت، والاستاذ محمود، وهكذا 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 الى ان البطوله وصلت ليك. تعاون مجلس الاداره واضح جدا جوه البطوله دي، ده حضرتك قلت لي كده، دي حاجه متعاونه جدا، فلازم اسالك السؤال ده، سؤال مهم جدا. لا والله هم الناس كلها متعاونه. يعني احنا عملنا اللجنه العليا، وبرده اللجنه العليا هي عشان برده نبقى نذكر هم مين: كابتن رؤوف عبد القادر، كابتن منى عبد الكريم منسق عام البطوله. هايل، حقيقه اضافه كبيره لينا يعني. حقيقه اول ما كلمتها هي كانت يعني متحمسه جدا للدخول معانا. ودكتور ياسر النصير ودكتور ياسر عبد العال النواب المدير البطوله. احنا في النهايه في البدايه قعدنا واشتغلنا وشكلنا لجان وكله اشتغل. انت وانت شغال فعلا يعني اللي هو المفهوم المسمى لعائله النادي الاهلي، والناس كلها بتتعاون وبتشارك، بتلاقي يعني لوحدك الناس اللي هو طب بيطمنوا ايه الدنيا، ايه الاخبار، انت بتبقى مثلا طالب حاجه من حد بيجري معاك وبيعملها لك حتى لو هو بره اللجان دي. يعني بدءا بقى من موظفين في النادي، عمال في النادي، كل الناس بتبقى شغاله معاك حتى لمجلس الاداره. يعني انا كل زمايلي معايا الحمد لله متعاونين معانا في ملفات كتير، الجرحي، الضماطي، مهند طبعا هو رئيس اللجنه. كلكم بتتعاونوا لانجاح البطوله النادي الاهلي. مظبوط. كل الناس يعني بيسعوا معايا في ملف الجماهير، في ملف التسويق، في يعني شغالين مع بعض كلنا تيم واحد. خلينا نفتح الملفات، نبدا باول ملف عندنا، ولازم تكون في لجنه مهمه جدا هي افتتاح والختام للبطوله. يعني بتكون منظر البطوله او بدايه البطوله بيكون افتتاح البطوله نفسها. نتكلم على افتتاح البطوله نفسها. والله ما طبعا احنا اول اجتماع قعدت فيه مع اللجان احنا اتكلمنا بشكل عام عشان برضو اقول لحضرتك على اهدافنا ايه. كويس. حددنا اهداف من ورا البطوله دي. هايل. فقلنا في 3 اهداف للنادي الاهلي. الهدف الاول ان انت تخرج البطوله
بالشكل اللائق اللي يليق باسم النادي الاهلي وباسم مصر، لان ده حدث حيل. افريقي يعني، انت في النهايه مش حدث محلي، فالحدث ده متشاف من كل الدول الافريقيه وكمان متشاف من الاتحاد الدولي، لان النادي الاهلي من المرشحين يعني من الاتحاد الافريقي لتنظيم كاس العالم للكره الطائره سواء رجال او سيدات اللي هيبقى في كمان ساعتين. ده خبر حصري ده الاهلي نادي الاهلي من المرشحين طبعا. فانت الاتحاد الدولي كمان يعني بيتابعك في البطوله دي طبعا. فانت في النهايه لازم تطلع حاجه تليق باسم النادي، ده رقم واحد. كويس. رقم اثنين، احنا كان عندنا هدف ان احنا ازاي برضو النادي الاهلي ما شاء الله يعني غني بالبنيه التحتيه وغني ان هو عنده كل الملاعب والصالات والتجهيزات اللي تستقبل اي حدث، والقدره البشريه والقوه البشريه تستقبل اي حدث، بس برضو الخبرات دي عايز تمزجها بالشباب. فاحنا قلنا برضو الفكره كانت الجديده عندنا، احنا في كل لجنه مثلا في رئيس لجنه ومقرر وثلاث اعضاء. الثلاث اعضاء دول قلنا لازم في عضو فيهم وجه جديد خالص، شاب سواء ولد او بنت ليهم خبرات في المجال بتاع اللجنه نفسه، بحيث ان انت الشباب دي تخش جوه اللجان وتبقى واخده خبرات من الرؤساء اللجان اللي هم اوريدي اشتغلوا سنين قبل كده في النادي في تنظيم البطولات. فيبقى عندهم الخبره ان هم يخشوا يكملوا ويتواصلوا في عمليه تنظيم البطولات للمستقبل. فانت بتبني حاجه لقدام برضو، جيل بيسلم جيل، دي حقيقه. ودور الشباب دور مهم جدا، وتعليمهم دلوقتي كمان 10 سنين هيقودوا النادي اكيد طبعًا. اكيد ده حاجه كويسه جدا. دور الشباب دور فعال جدا جوه اللجان. بكلامك بيتكلموا ازاي؟ بيقولوا رايهم عادي الناس بتقبلها ولا دور تعليمي بحت؟ لا لا خالص، احنا يعني الشباب كان ليهم دور على طول معانا يعني. احنا في بدايه ما يعني من قبل ما نيجي، وكان عندنا من ضمن برنامج عائله الاهلي جزء خاص بالشباب. كويس. وضعنا له التصور، وضعنا له الاليات، انه كان جزء منه ان هم يشاركوا في تنظيم الاحداث الرياضيه في النادي، بدل ما تستعين بشركات خارجيه وناس يعني شباب بيبقوا مثلا اشرز او كده بيجوا. لا، احنا قلنا ولاد النادي اولى. اللي هم بيشتغلوا بحب وبقلب ومش محتاج يعني مش مستنيين حاجه، هم مش عايزين اي مقابل مادي ولا اي حاجه. هم بيشتغلوا، هم حابين يشتغلوا وبيتكلبوا على ده. فاحنا كان في تجربه السنه اللي فاتت كانت ناجحه جدا. السنه دي نفس الشباب برضو بنفس الفكره موجودين معانا، سواء في المراسم مثلا الافتتاح والختام، او في طبعا الاقامه والاعاشة، لان دي محتاجه مرافقين وشباب. فاللجنتين دول اكتر لجنتين طبعًا فيهم شباب كتير. لكن اللي احنا زودناه ان احنا حطينا بقى شباب برضو في عمليه البلاننج نفسها جوه اللجان نفسها. فعندنا كمان يعني يمكن وليد مثلا في المراسم والافتتاح والختام في 15 وجه جديد من الشباب اللي ما كانش موجود هايل في السنه اللي فاتت، في السنه قبل كده. احنا عندنا اجمالي تقريبا، ويمكن كابتن وائل عزت في حوالي 20 او 22، وليد معاه 30 غير الناس اللي معانا جوه اللجان. فاحنا معانا قوام 70 او 80 من الشباب الاولاد والبنات اللي شغالين معانا بشكل قوي. جريت مني في السؤال، الافتتاح اخباره ايه؟ الافتتاح لا خالص. ما انا الافتتاح بالنسبه لنا ان شاء الله هنعمل حفله طبعا، بس هتكون حاجه سيمبل جدا، مش يعني هتكون فكره جديده ان شاء الله، مش عاملين حاجه تقليديه يعني، وفي نفس الوقت حاجه هي فكره جديده وهتبقى ظريفه يعني، وبتعبر عن النادي الاهلي وبتعبر عن يعني عراقه النادي وشكل النادي الاهلي. ومش هتكون يعني، وبرده بنحضر كده زي دوكيومنتري موفي كده ظريف عن الطايره سيدات في النادي الاهلي، لان اللعبه دي حققت انجازات كبيره جدا للنادي الاهلي. دي حقيقه. انت واخد الرقم القياسي 9 بطولات في ابطال الدوري الافريقي. فمن الجيل بقى القديم لتهاني توسن طبعا ومنى عبد الكريم طبعًا. الى الجيل الحالي اللي هم حقيقيين جدا حقيقه يعني، فعلا عاملين انجازات كبيره حتى المستقبل يعني. التوصيل مهم جدا. فاحنا بنعمل حاجه كده ان شاء الله هتخرج برضو خلال اليومين الجايين، وهتبقى في حفل الافتتاح يعني بتوثق تاريخهم يعني. كنت امبارح بتتابع اخر او الترتيبات النهائيه لفرش بساط وارضيه الملعب بتاعت الكره الطايره في النادي، ايه الاخبار؟ وصلنا لايه؟ لا الحمد لله، يمكن احنا يعني برضو لما قعدنا في البدايه واتكلمنا كلجنه عليا قلنا ان البساط كان هيجي يوم 12، كان البلاند ان هو يجي يوم 12 مارس. والحقيقه برضو ده من الحاجات اللي انا برضو بحترمها مع في الناس اللي شغالين معانا في اللجان، ان المواعيد بتكون مظبوطه يعني. احنا لما بناخد ميعاد ما بنعمل عليه فولو، ما بيبقاش فيه تاخير. فعلا البساط جه في ميعاده، جه يوم 12. وبدا زي ما حضرتك قلت كده امبارح، الناس كانت طبعا في تنظيف للصاله وفي التركيب للبساط او البساطين، لان انت عندك ملعبين اللي هو الصاله الرئيسيه بتاعتنا اللي هتستضيف البطوله، الصاله المغطاه وصاله الشهداء. الصالتين هيستضيفوا البطولتين، وصاله الشهداء كمان ركبنا لها مدرجات جديده يعني، برضو
ممكن تكون معروضة معنا هنا هتأكوميديت أو هتشيل حوالي 400 أو 500 يعني شخص غير ال 2200 اللي موجودين في الصالة الرئيسية. البساط طبعا الحمد لله الناس ركبته في يوم وركب بالشكل اللي طبعا طبقا لكل الستاندردز والمواصفات المطلوبه للملاعب الطايره والحمد لله يعني خلاص ركب وجاهز والصالات كمان جاهزه خلاص الاعلام كلها بتركب دلوقتي ما بقاش غير حاجات بسيطه يعني رتوش بسيطه جدا لانها تكون جاهزه يعني. غيرت ميعاد من السبت للحد دي حاجه مهمه دي قوي وكويس ان كابتن خالد انت فتحتها طبعا عشان ما يحصلش كونفليكت ولخبطه للناس لان هو في لخبطه في حته المواعيد دي. هو بس انا لازم اقول للساده المشاهدين ان افتتاح البطوله كان يوم السبت فدكتور سراج هنا ليه اتعملت الحاجه اتفضل يا دكتور. افتتاح كان السبت يوم 16 مارس كويس ولا زال بدايه البطوله هتبقى السبت ما فيش اي مشكله حيل. تمام لكن احنا عملناه ليه يوم 17 عشان مباراه النادي الاهلي مع شبيبه الثوره في الجزائري مباراه حاسمه جدا لينا كلنا وكلنا في انتظار ان شاء الله باذن الله هتكون من نصيب النادي الاهلي يا رب يا رب. فقلنا لا نبقى نخلي الحفل يوم 17 عشان طبعا الحضور وعشان التركيز وعشان يبقى في الفوكس على البطوله افضل فقلنا هنعمله يوم 17 وده على فكره يعني العرف ده بيحصل في بطولات كتير عالميه حضرتك يعني اكيد متابع في اي بطولات قاريه او دوليه بيكون عادي ان انت بتبدا مبارياتك وتاني يوم ممكن تعمل الحفل بتاع الافتتاح يعني ده بيحصل يعني دي حقيقه كل في بطولات بتتاجل يوم واتنين افتتاح علشان ليهم احداث معينه او ساعه معينه عايزين يفتحوا فيها ما كانش عندهم مشكله يعني ان شاء الله السبت البطوله هتفتح ده الافتتاح الاولاني لكن الافتتاح الرسمي للبطوله هتكون يوم الاحد باذن الله على ارض النادي الاهلي. طيب لو سيبنا الافتتاح وسيبنا الاختتام زي ما احنا شايفين قدامنا حضرتك كنت بتتابع امبارح الاعمال على قدم وساق الناس شغاله وبتتابع في كل الاتجاهات. تمام ده طبعا معانا كان رؤساء اللجان موجودين متواجدين معانا طبعا كابتن رؤوف عبد القادر كنا بنشوف غير البساط كمان انت بتبص على كل حاجه بقى في الصاله يعني انت بتشوف المدرجات بتشوف البوابات اللي هتتفتح اللي هتبقى متاحه للناس وللاعضاء وللجماهير بتشوف طريقه الدخول هتبقى ازاي بتتابع بقى كل كبيره وصغيره جوه الملعب يعني. خلينا جوه الصاله وخلينا جوه المدرجات اتعمل بلان حلو قوي واتعمل حاجه رائعه لدخول الناس عملت زي تقول بلان الناس تمشي تروح منين توصل فين ومقسمين تقسيمه حلوه جدا. بص هقول لحضرتك البلان دي برضو من الحاجات اللي انا متحيز للشباب شويه فايه دي من الحاجات برضو اللي هم يعني لازم نشكرهم عليها يعني. تمام. في حاجتين اتعملوا احنا لما نزلنا قبل الجوله دي كان في جوله قبلها نزلنا استعرضنا كل حاجه وعملنا طلعها لك على طول عملنا الشكل الهندسي للملعب ورسمنا الرسمه بتاعتنا والمدرجات وكل حاجه فطبعا عملناها كروكي في طبعا احد الشباب في لجنه المراسم مهند هاني مهند هاني من الشباب الهايله جدا واللي بتشتغل برده بقلب جدا عمل لنا هو الديزاين والرسمه دي عشان نحدد بيها شكل الدخول للناس يبقى عامل ازاي عشان الموضوع يبقى مبسط فاحنا قسمناها زونز عايزين نشرحها هنشرحها لحضرتك قسمناها زونز عملنا على سبيل المثال ايه ده مثلا ده المقصوره كويس. تمام عملنا لها لونها اللي هو كابتن خالد موجود فيها يعني هي ده لون الكراسي الفعلي اللي موجود لو رجعنا للصاله هنلاقي نفس الالوان بالزبط. عشان بس يبقى الكلام اتفضل يعني احنا في البدايه كنا هنعمل الوان مختلفه بعدين قلنا لا ما نلخبطش الناس ونعمل كويس. نفس الالوان اللي موجوده جوه هايل فايه ده المقصوره هتلاقي على اليمين موجود مثلا بي اي بي يعني تمام هتلاقي البريس اللي هو بقى البي اللي هو الصحفيين والاعلام وخلافه تمام هتلاقي الجاست تيمز والفانز دي الفرق الجاليات والفرق الرياضيه دي هتلاقيها في سي مثلا الناحيه الثانيه في الممبرز بتوع النادي مثلا الاعضاء هتلاقيهم في الاتش مثلا مع معاهم الكوميتيز تمام الاكاديميز الاهلي اكاديميز دي اللي هم اللي عملنا مدرج لاكاديميات الرياضيه اللي هم الشباب الاولاد الصغيرين هقف معاك يعني ايه اكاديميات الاولاد الصغيرين قول لي يعني الفكره يعني جات لك ازاي جات لي لما كنت في مباراه بتروجيت وشفت منظر جميل جدا كان الاولاد الصغيرين اللي في اكاديميه النادي الاهلي كانوا عاملين بصراحه شكل حلو كرة كرة ماتش كرة انا كلمت كابتن خالد بيبو وقلت له عايزينهم معانا في البطولة وقال لي قوي وانا احنا وكمان عاملين عشان بس الناس تبقى
متخيل الوضع عندنا في الجي عملنا برضو مدرج هيبقى البهية مؤسسة مستشفى بهية وال 57 3 57 احنا دعينا يعني 50 من مستشفى و 50 من الأطفال من 57 وهيكونوا ان شاء الله في المدرج ده. انه برضو ده يعني النادي الأهلي دوره مش راضي فقط, دوره مجتمعي ودوره وطني برضو. احنا فوق في الجي ده احنا مخصصين للجماهير عشان ده السؤال ده برضو من السؤال اللي بيتسأل كتير. هنخش يعني. فأنا برضو هنخصصه للجماهير وهنتكلم فيها إن شاء الله. إحنا بنعمل محاولات يومية إن شاء الله يكونوا موجودين معنا بإذن الله. كويس. بكده قدرنا تقريبا اترسم الرسمة ودخول وتنظيم الدخول ده في حد ذاته نجاح كبير جدا. ده كمان هيتبع وبيتبع النهاردة يعني برضو عايزين نشكره اللي هو خالد أبو سينا, هو قاعد في مطابق بايت هناك تقريبا من امبارح. راجل اكتف جدا النادي الاهلي لازم. لا بصراحه كلهم اكتف وكلهم بيشتغلوا بقلب, فهو خلاص المطبوعات كلها بتخلص يعني النهارده ومنهم حتى البانر اللي هو هيبقى فيه الجايد لاينز وكل حاجه. حلو. ملف مهم جدا لازم نقف جوه الصاله. ملف الجماهير وكل الجماهير عايزه تحضر وتشوف فرقها وتشجع فرقها جوه صاله الامير عبد الله فيصل. طبعا. وصلنا لايه؟ بص يا كابتن خالد, احنا كان عندنا يعني انا اول ما دخلت البطوله قلت لك لينا 3 اهداف, يمكن الهدف الثالث الموت وترك هدفين. الثالث ان هم ربنا يوفقهم ان شاء الله البنات ان هم يكسبوا البطوله يا رب. وده ساعتها طبعا لما انا قلته الناس قالوا لي طب ده حاجه فنيه, احنا يعني دي مش بتاعتنا. قلت لهم لا بتاعتنا, لان هم لما يحسوا ان وراهم يعني خليه نحل شغاله, وراهم تيم قوي شغال بشكل بروفيشنال وبشكل يومي, ده بينعكس عليهم هم الحقيقه بالايجاب ان هم يحسوا انه ده. وده فعلا الحمد لله الناس شغاله بشكل قوي جدا, فده برده دور مهم. الحاجة بقى اللي كنت بتكلم فيها حركة التحديات بخلاف الأهداف, عندنا تحديات. كانت التحديات عندنا في ملفين تحدياتهم كبيرة جدا. أولا الجماهير رقم واحد كان بالنسبة لي, لأن يعني مهما اشتغلت وتعبت وعملت كل ده والجماهير هيروحوا أي بطولة, دي حقيقة روح أي بطولة عشان بس يعني شينا ما بين روح الرياضة. روح الرياضة هو الرياضة جماهير يعني, دي حقيقة روح الرياضة يعني. ما فيش جماهير ما فيش رياضة, ما لهاش لازمة يعني خالص. فاحنا كان ده هدفنا ومطلبنا الاول انه يا جماعه, وقلناها كتير وكابتن الخطيب قالها في اكتر مناسبه, يعني جماهير النادي الاهلي السند الحقيقي للنادي الاهلي, دي حقيقه. فاحنا طلبنا ده في اول اجتماع امني لينا. التصور كان ان هو اعضاء جمعيه عموميه فقط لا غير, ودعوات للجاليات فقط لا غير, عشان الاحداث اللي حصلت قبل كده وخلافه. قلنا للناس وكل الضمانات والتعهدات والتصورات, ورحت لهم ببلان مرسوم وكل حاجة يعني عشان قدمنا برزنتيشن بشكل يعني, والناس كانت مبسوطة بصراحة جدا في يعني ومستجيبة لينا, لكن القرار صعب. ففضلنا في محاولات يومية يومية بمعنى الكلمة, ان احنا بنتكلم وبنشوف وبنعمل لحد ما الحمد لله الرفض ده يعني وصل في الآخر ان بقى في استجابة. في استجابة لا, وفي يعني موافقات مبدئية, وإن شاء الله بإذن الله تكلل يا رب بس بالموافقات الرسمية. يعني الكلام ده يبان ممكن النهاردة بكرة يبقى باين, لأن احنا البطولة بتاعتنا السبت خلاص. نفسي أقول حاجة, الناس بتتعب جامد جدا لدخول الجماهير. كل الناس خلية نحل شغالة في نادي الأهلي بقيادة الكابتن محمود الخطيب عشان موضوع الجماهير. أتمنى من الجماهير انطباع جميل في المباريات, ودول هي دي جماهير النادي الأهلي. دورها لما تخش تتكلم عن النادي الأهلي, تشجع النادي الاهلي بحماس بروح منقطع النظير. هو ده اللي كلنا عارفينه على الجماهير, ان هي روح الرياضه. يا رب باذن الله اتمنى كل مجالس مجلس الاداره تكلل بالنجاح لدخول الجماهير باذن الله في المرحله. والحقيقه ده كابتن خالد برضو عشان ندي زي ما انت قلت بنشتغل كلنا تيم واحد, كابتن محمود سياده الوزير برضو العامل فاروق في محمد الجرحي العميد محمد مرجان, يعني من الناس اللي برضو ساعدت ان هي بتتكلم وبتساعد في القصه معايا بشكل قوي. فيعني يعني الحمد لله احنا كلنا يعني زي ما قلت لك في الاول كله بيشتغل في نفس ان دي بطوله النادي الاهلي, يعني دي بطوله النادي الاهلي, فنجاحها من نجاح طبعا. هو ده التيم ورك بيشتغل مع بعض طبعا. لو خرجنا من كل الملفات دي هنخش لملف مهم, وهو ملف التسويق, لان ملف التسويق ده لسه ملف التسويق والبس. يعني خلينا في التسويق الاول. التسويق طبعا تسويق البطوله هي الفلوس على البطوله كويس, وانا اعتقد ان هي مش داخله جوه الشركه الراعيه بتاعه النادي, مظبوط البطوله دي. البطوله بالظبط كده, هي دي المشكله, ان البطوله التحدي الثاني اللي احنا البطوله كان الشركه الراعيه اعتذرت عن ان هي تخش تسبونسر يعني البطوله من حوالي الكلام ده من 3 اسابيع. حقهم. لا مفيش اي مشكله خالص بالعكس بالزبط. يعني احنا عارفين كويس ان هم يعني ناس محترمين معانا ومفيش اي مشكله والعلاقات طيبه, وفي حاجات كتير في الايفنتات وبطوله افريقيا كره القدم والكلام ده, فانت يعني مفيش مشكله خالص. بس احنا طبعا الموضوع كان بالنسبه لنا تحدي, ان انت في 3 اسابيع
تغطي الـ يعني الجاب اللي موجود عندك في طبعا المصروفات والايرادات وخلافه. ففي طبعا لازم تملى الكلام طبعا. ده بال فاحنا اشتغلنا على برضو ده بصراحه كل الناس تعبت فيه بشكل قوي جدا. لجنه طبعا التسويق بالتحديد يعني وامير توفيق عملوا برزنتيشن فيها كل البنفيتس والبروبوزل للسبونسرز يعني, وقسمناها كاتيجوريز يعني A و B و C. وبدأنا ان احنا نتارجت بقى الناس ونقعد مع السبونسرز ونتكلم معاهم. على الفترة اللي فاتت دي كان فعلا ملف صعب يعني, لكن الحمد لله يعني كل بالنجاح في النهاية. وصلنا الفلوس وصلنا ان احنا كنا بندور لدوبك نغطي البطولة, فالحمد لله وصلنا ان احنا عديناها كمان الحمد لله. بقى معنا ممكن نقول اساميهم يعني, احنا الدور الرعاة دخلوا معنا بشكل رسمي خلاص يعني. فوي معنا كراعي الرئيسي في النادي, معنا البنك العقاري كمان هو الراعي الرسمي, ناس محترمة جدا وكانوا يعني مهتمين جدا يخشوا مع النادي الاهلي. معنا بقى دي حاجة فكرة كده جديدة شوية, جامعة تبقوا لها افكار صراحة تبقوا لها افكار كويس. جامعة اسمها اسلاسكا, جامعة اسلاسكا الفرنسية. الجامعة دي هي عاملة بروتوكول تعاون مع الليجا في الكورسات الدبلومة الرياضية والإدارة الرياضية في مصر, لسه بادئين السنة دي يعني. وسبق ودعوا النادي الأهلي قبل كده, ورحت أنا وكنت أمير توفيق في إيفنت البروتوكول التعاون اللي بينهم وبين الليجا, فبرضه كلمناهم. ده في اسبانيا؟ لا لا, كان في سفاره هنا في هم عاملين الكورسات دي في مصر يعني. يعني الجامعه دي ليها برانش هنا في مصر عن طريق اسبانيا, وعامله كانت في بيت السفير الاسباني للبروتوكول. فكلمناهم بصراحه, الناس برضه يعني سعداء جدا ان هم يخشوا بقى, ودول احنا مسمينهم الراعي الاكاديمي اللي معانا النادي الاهلي, ان هم احنا برضو عايزين كابتن خالد يبقى في انعكاس الرياضة, مش بس تمرينات ولعب, لا الرياضة برضو فيها جزء كبير من الثقافة ومن التعليم. ده بيساعد جدا ان الرياضة تبقى ايجابية يعني, يبقى الرياضي ده لما يبقى واخد برضو هو تالنتد جدا في لعبته, لما بيزود بقى ده بانه يدرس مثلا حاجة عن الرياضة او كده, اكيد بيكون مستقبله في المجال الرياضي اقوى من اي حد تاني, لان هو اوريدي عنده التالنت اللعبه ودرس كمان. دي حقيقه. فاحنا بنحاول ندخل ده, وبرده ده كان من ضمن اهداف البرنامج, وبرده يعني كابتن محمود متحمس ليه جدا والمجلس. فاحنا قلنا هنكلم نخاطب الجامعه فيها يخشوا سبونسر معانا, ودخلوا فعلا بجزء مادي, والجزء الاخر هيبقى بنفيتس للاعضاء عندنا في النادي وللموظفين النادي, ان احنا في الكورسات دي تكون يعني في حاجات منها تتفتح فري يعني, دونا فري سيتس للناس اللي احنا نختارها, سواء بقى من المدربين الموظفين في النادي ان هم ياخدوا الكورسز دي عندهم, وان هم يعملوا برضو وركشوبس للاعضاء عندنا في النادي بشكل دائم. فيعني عملنا جزء كده وجزء مدفوع, فهم دخلوا بالكيفيه دي يعني. ومعانا تاني يلا كوره, هم ديجيتال ميديا سبونسر, ومعانا مؤسسه بهيه, ده الراعي الخيري اللي احنا قلنا دور النادي الاهلي مش رياضي بس, دور النادي الاهلي دور مجتمعي, دور وطني, لازم يدعم مؤسسات الدوله الخيريه, فده دور مهم للنادي الاهلي, واحنا عاملينها طبعا دي يعني دول ما اكيد يعني عاملينها لهم فري يعني طبعا عشان يبقى في اويرنس ليهم كويس اكيد. لو سيبنا الملعب شويه والاقامه والاعاشه, وبتحصل فيها, انا واحد من الناس اشتغلت بطولات, فاكتر حاجه بتحصل فيها الاقامه والاعاشه, اللي هي مكان اقامه الفرق الرياضيه او المنتخبات, تبقى فيها مشاكل شويه حقيقه. بصراحه اللجنه دي ماشيه بشكل ممتاز يعني, انا يعني هي مفيش الحمد لله يعني, الفرق كلها في 8 فرق وصلت لحد دلوقتي, 8 هايل, وفي 6 المفروض يوصلوا بقى بالليل والصبح. احنا وصلنا كام فرقه يا دكتور؟ لحد دلوقتي 17, كل اجمالي الفرق, منهم اربع يعني منهم اربع فرق مصريه كويس بالنادي الاهلي, و13 بقى او الاربع يعني هم 14 فرقه المفروض كلهم, وفي بقى الاربعه 18 فريق يعني. كلهم قاعدين في مكان اقامه واحد ولا في كذا فندق؟ لا في كذا فندق. احنا يعني مشكله افريقيا في حاجه, انت كل شويه بيجي لك فجاه فرقه بتزود وفرقه بتلغي وفرقه بتيجي وفرقه, فاحنا المفروض احنا كنا لحد النهارده عندنا رسمي 17, في فريق تاني اكد ان هو جاي 18, فاحنا زي ما قلت لك وصل 8, المفروض في 6 كمان هيوصلوا,
مع الأربعة المصريين اللي موجودين. الفنادق لا كذا فندق طبعا مش فندق واحد اكيد يعني احنا اكتر من فندق والفنادق دي اتعملت عليها انسبكشن برضو من الاتحاد الافريقي طبعا هي. وفنادق كلها يعني ما فيهاش اي مشاكل وحتى لما بيحصل مثلا شكوى وده وارد يعني بيحصل وارد 100% بيحصل شكوى فولو اب على طول عندنا من المدير البطوله والرئيس اللجنه الكابتن علي عزت على طول الموضوع ما بي يعني اي مثلا حد ليه كومنت في اي حاجه من الفرق بيتعالج في لحظتها فالحمد لله اللجنه ما فيهاش اي مشاكل النهارده كمان كان قاعد معانا دكتور عمرو علواني في جه حضر معانا الاجتماع شويه وطبعا شخصيه بعتز بيها يعني وراجل منظم في شغله وطبعا كنا بنتكلم مع بعض يعني في تنظيم البطوله فهو يعني حتى ما كانش ليه اي ملاحظات سلبيه على اي حاجه كنت لسه هقول لك دكتور عمرو لا عنده معنى هو دقيق جدا واحد حد لا 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 هو اتكلم بس في حاجات يعني طبقا للبروتوكول طبعا وقت التنظيم والكلام ده وفي المقصوره والكلام ده لكن هو في الشغل بتاعنا الحمد لله اشاد بيه يعني واللجان شغاله كلها بشكل بصراحه هايل يعني كل اللجان لجان كثيره شغاله لكن برضو لجنه اعلاميه لجنه البطاقات اللي حضرتك قلت عليها لجان مهمه برضو جوه البطوله طبعا يبقى عندهم عبء النهارده يعني النهارده وبكره بقى مضغوطين وبالذات انت عندك بكره اجتماع فني على طول الصبح عندنا بكره التكنيكال ميتنج الصبح هو هيبقى 2 الظهر ان شاء الله ده اللي فيه الورقه وكل حاجه برضو طبعا لجنه البطاقات والتصريح دي برضو شايله عبء كبير هي كمان يعني دي الاي تي واخده برضو جزء الاي تي وده المهندس كمان محسن فطبعا الحمد لله برضو السلطين متجهزين بالواي فاي وكل حاجه الناحيه دي جاهزه وفي نفس الوقت طبعا احنا الدخول هيبقى بالكارنيه العضويه للاعضاء احنا مش عاملين اي يعني بص كابتن خالد احنا كل التفكير احنا نجيب مثلا نغطي البطوله ماديا وتكسب الحمد لله كان من مصادر يعني اخرى غير ان احنا التذاكر يعني احنا قلنا الموضوع ده هيبقى فري كله فاحنا الاعضاء داخلين بكارنيه العضويه فقط لا غير وان شاء الله الجماهير باذن الله يا رب يعني يجينا الموافقه يقدركم باذن الله برضو ان شاء الله يعني هيبقى بس التسجيل البيانات على الداتابيز والبطاقه والاي دي وكده وهيبقى فري برضو والاي ديات بقى اللي هي خاصه طبعا بالمشاركين بقى في الفرق واللجان وخلافه دي كلها تجهيزات اللجنه دي اللي هي خاصه ودول مخلصين شغلهم من بدري يعني كل حاجه من الحاجات دي خلصانه تطليع بطاقات النهارده يعني طبعًا. كل ده خلصان ويعني ما فيهوش اي مشكله خالص يعني في ملف مهم تاني وجوه البطولات موضوع البث الفضائي هو موضوع مهم طبعًا. اعتقد انت سهرت عليه شويه كتير او كل لجنه عندك سهروا عليه كتير وكمان في لجنه التسويق برضو ده من الملفات المهمه ويعني بص ده يعني مش عشان احنا في قناه الاهلي بس هو انا متحيز جدا لقناه الاهلي يعني او اي حاجه تحت مسمى النادي الاهلي كلنا متحيزين للنادي الاهلي وقناه الاهلي يعني اي حاجه اهلي انا كان همي برضو التارجت عندي ان قناه الاهلي لازم تذيع البطوله جالنا يعني عروض برضو من قنوات يعني بدون ذكر اي اسامي ان هو البطوله تذيع بشكل حصري على القناه ده كان بالنسبه لنا مرفوض احنا برضو مش بنبحث عن زي ما قلت لحضرتك عن هدف مادي احنا هدفنا احنا اكبر نادي في افريقيا تمام اكبر نادي عربي لازم لما ننظم حاجه تبقى بالشكل اللائق واللي هي تكبر النادي وتكبر قناه النادي والكلام ده كله فاحنا كان يهمنا ان القناه دي زي اتكلمنا طبعا على اساس ان القناه دي تكون موجوده كنا بنتفاوض على القنوات اللي طلبها حصري ما كانش فيه استجابه قوي فبصراحه يعني وعايزين نشكرهم برضو قناه النيل الرياضه توجهنا ليها بخطاب ان هي تكون تذيع البطوله وطبعا متحملين تكاليف الانتاج والكلام ده كله هايل وان هم يعني يمنحوا الشاره لقناه النادي الاهلي هايل بحيث ان يبقى في قناه النيل الرياضه وقناه النادي الاهلي لازم تكون موجوده وبرضو لازال كمان يعني ده الاساس عندي قناه ذيع في برضو لازال مفاوضات من بعض القنوات ان هي تذيع بس لسه ما اتفقناش على الشكل يعني الاتفاق بيننا وبينهم يعني اكيد وجود الناس جوه النادي الاهلي عايز اشكر فيه معلش برضو هشكر فيه شخصين يعني كابتن منى عبد الكريم ساعدتنا في القصه دي بشكل يعني بنت قوي النادي. جدا وشغلها في القناه وكابتن خالد العوضي برضو ساعدنا بشكل لا خالص بس الناس تبقى عارفه يعني يعني انا يعني زي ما احنا بنقول لاسره النادي الاهلي وعائله النادي الاهلي انا فعلا في الموضوع ده يعني يمكن اتكلمت فيه كابتن منى وكابتن فيه حضرتك وانتوا الاثنين بصراحه ما تاخرتوش ابدا عملتوا اللينك معانا بشكل قوي وكان على طول متابع معايا برضو في القصه دي الكابتن ودكتور سعد شلبي في القصه بقى اللي قانونيه الموضوع وترتيبه ازاي واجراءاته ايه والكلام ده فكله متعاون في نفس الاطار يعني كابتن بيجيب وقت منين يسمع معاك كمان بطولات لا لا حقيقة ما احنا يعني كمان يوميا بيتابع معايا فعلا الموضوع ولا دي حاجه على ارض النادي الاهلي لازم تطلع
بالشكل اللي يليق باسم النادي يعني. ده دايما انت بتحطه قدام عينك يعني. تدي كابتن كلام البطوله وماشيه ازاي سريعا كويس، لكن هو ما بيقولكش اعمل واعمل. لا لا خالص يعني، هو بيخلص بيسند بيكلفك بحاجه، هو الحمد لله عنده ثقه في كل الناس اللي شغاله. ممكن بقى تتابع معاه بعض الامور اللي هي اللي احنا بنقولها دي، الحاجات اللي في بس حاجه كده في مش عارف ايه بنتكلم وبنوصل لقرار يعني مع بعض في الاخر. اكيد جوه الملعب حاجه والفنادق حاجه، لكن اكيد في جولات للناس، اكيد الناس برضو عايزه تشوف مصر. مش هقول هم الناس دي كانت انا اللي عايز جولات والله بعد انت اللي عايز تروح بعد الشهر. بقالك قد ايه في الموضوع يعني؟ سهران ما بتنامش على طول، بقالك قد ايه متواصل كده شويه يعني؟ احنا من ساعه ما اتكلفنا بالبطوله عملنا اجتماع، انا كان في سفريه بتاع دبي البعثه دبي اللي طلعتها، عملنا اجتماع قبليها وكنا شغالين، بس بقى بدءا من ساعه ما رجعت فعلا يعني احنا نون ستوب بقى صبح وليل شغالين يعني داخلين في حوالي شهر ونص ولا حاجه يعني شغالين باليوميا. وقبليها طبعا كنا شغالين بشكل هادي يعني، بنعمل اجتماع مثلا كل اسبوع بنرتب بنشوف بنشكل اللجان براحتنا. بدانا بقى شهر ونص يوميا يعني بشغل قوي، بس ان شاء الله يا رب تخرج بشكل لائق يا رب باذن الله يعني. طيب اكيد برضو في جولات للناس طبعا، لازم في جولات دي طبعا يعني بنرتبها يعني، اصل انت برضو في دور زي ما قلنا هو مش رياضي بس، الناس دي جايه مصر وفي سنه مهمه، انت في سنه 2019 مصر رئيس الاتحاد الافريقي، فدي سنه اصلا يعني بتعمل انعكاس لمصر في افريقيا بشكل قوي. والنادي الاهلي زي ما قلنا كاكبر نادي في مصر وفي افريقيا لازم يبقى ليك دور في الحته دي بشكل ممتاز، فانت غير التنظيم الجيد لازم برضو معالم مصر السياحيه يعني الناس تبقى يعني اوير بيها يعني، سواء بقى الاهرامات سواء في بعض مثلا رحلات نيليه يعني، بنحاول احنا نعمل حاجات كده للناس ان هم يكونوا، انت عارف طبعا المتسع من الوقت ما بيبقاش كتير لان انت يعني البطوله بيبقى هتلاقي يوم يومين راحه يعني مش هتلاقي، بس احنا في اليوم الراحه ده هنرتب فيه جولات ممتازه يعني. ان شاء الله بيدور كابتن حمدي الصافي، اكيد هو اهم واحد هو وفريقه في البطوله. ربنا يوفقه يا رب. اكيد في حوارات بتحصل وطلبات منهم مثلا لخاطر جوه البطوله، بتطلب عايزين حاجه معينه، عايزين تنظيمه معينه، عايزين وقت معين، الوضع شكله ايه؟ بص يا كابتن خالد، انا برضو يعني قعدت معاهم مره واحده كانت قبل السفر بتاعهم صربيا، قبل المعسكر اللي هم عملوه هناك، واتكلمت معاهم في النقطه دي وقلت لهم يا جماعه انتوا يعني الكلام اللي بيحصل ده كله ده يعني في الاخر الناتج بقى بتاعكم انتوا يعني، انتوا اللي هتشتغلوا وانتوا اللي هت يعني ان شاء الله فوزكم باذن الله يا رب وربنا يوفقكم بالبطوله، هو ده هيبقى يعني يقلل بقى المجهود الناس ده بالنجاح. فهم طبعا جزء كبير مهم من البطوله، هم طبعا مركزين في الفنيات ومركزين في في في, في شغلهم، وده احنا بنثق فيه جدا، وعملوا الحمد لله معسكر يعني اعتقد ان هو يعني كان ليه يعني استفاده كبيره ليهم فيه. لكن انا طلبت منهم ده وقلت لهم لو في اي ملحوظات طبعا عندكم عند كابتن حمدي بينقلها لكابتن رؤوف كمدير البطوله، وكابتن رؤوف بينقلها لي ان احنا نقدر نوفرها لهم يعني. هم الحمد لله زي ما قلت لك تركيزهم كله فني في تدريباتهم في مبارياتهم في ان هم يعني قافلين على نفسهم بشكل كويس، واحنا ثقه كبيره فيهم باذن الله ان هم يحققوا البطوله للمره الثانيه على التوالي ان شاء الله. في سؤال جوه البطوله ما تسالش وعشان يعني مش حاجه عشان ما تسالش، في سؤال جوه البطوله او في كلام ممكن توجهه لحد جوه البطوله دي؟ لا والله يعني ما متهيألي احنا اتكلمنا في معظم الحاجات يعني، بس ايه كل اللي بوجهه للجماهير واعضاء النادي الاهلي ان هم يبقوا دايما خلف النادي في اي بطوله بتمثل النادي يعني، كوره بقى باسكت طايره هاندبول يعني في اي حاجه تخص العاب فرديه، انه اسم النادي الاهلي دايما لازم يبقى فوق، لازم يبقى هو رقم واحد، لازم يبقى هو يعني الاساس وهو اللي بيحط يعني زي ما بقول الخط والناس بتكمل على ده. فان شاء الله يعني اللي بطلبه منهم بس ان هم يكونوا في ظهر النادي الاهلي وورا النادي الاهلي ويكونوا مركزين معانا في البطولتين، سواء الطايره سيدات او الطايره رجال اللي هي تبقى تحت رئاسه زميلي اخويا دكتور مهند مجدي. فانا يعني اللي بطلبه منهم ان هم يكونوا موجودين حاضرين معانا في المباريات، يبقى في دعم قوي للاعبين واللاعبات خلال البطولتين، لان هي عمرها ما هتنجح غير بيهم يعني بعيد عن اي حاجه. السنه اللي فاتت كانت البطوله موجوده كان فيها دخول جماهير، حصل دخول جماهير وكان طبعا برضو حصل بعض المشاكل بعديها لانه دايما الموضوع مربوط بالكوره، وكان برضو حصل احداث في الماتش الكوره، فكان
لكن احنا الـ 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 يعني المره دي برضو باذن الله يعني يمكن جه الموضوع ان هو اصلا في قرار بقاله شهر ان مفيش جماهير. حضرتك عارف يعني طبعا. حتى بطوله الباسكت اتلعبت من غير جماهير. احنا بس ده تتويج فريق الاهلي سيدات السنه اللي فاتت بنفكرهم بالتتويج على ارض النادي الاهلي. اتفضل يا دكتور. اه طبعا لقطات جميله ويا رب ان شاء الله تتكرر تاني يعني. يا رب باذن الله. فطبعا زي ما حضرتك عارف كابتن خالد يعني كان في حضور جماهيري بس حصل برضو بعض المشاكل في ماتش الكوره اللي احنا بقى يعني يعني اثرت على البطوله في الحضور الجماهيري برضو. اتمنى ان النادي الاهلي جماهير النادي الاهلي بصراحه شديده والله كواحد من ولاد النادي الاهلي اتمنى ان جماهير النادي الاهلي تبقى ماشيه على نهج النادي الاهلي ما نخرجش عن النص في اي حاجه ان كانت ان شاء الله. اتمنى ده جدا جدا جدا. اتمنى ان الجماهير تفضل مسانده النادي الاهلي وبقوه لان النادي الاهلي فعلا كلاعبين ورياضه في النادي الاهلي محتاجه الجماهير تقف ظهرها دائما وابدا. دكتور سراج تقول ايه الفريق اللي عمل معاك في البطوله؟ لا انا حقيقه انا قلت لهم النهارده لما اجتمعنا بدايه الاجتماع يعني النهارده كنا بنحط الرتوش الاخيره والترتيبات الاخيره للتنظيم. الحقيقه برضو طلبت منهم كلهم ان هو يكون يعني قبل ما اطلب منهم يعني انا اتكلمت معهم شكرتهم على الفتره طبعا اللي فاتت كلها كانت ضغط جامد عليهم ويوميا يعني احنا فعلا شغالين بقوه. فشكرتهم كلهم من اول اللجنه العليا لحد كل الرؤساء اللجان واعضاء اللجان على الفتره اللي فاتت. لا يستحقوا الشكر لتعبهم والتركيزهم والحبهم للنادي الاهلي قبل اي حاجه ثانيه ومشغلين يعني بحب كلهم وباتقان وباخلاص. وقلت لهم برضو ان احنا اللي فات كله جزء واللي جاي ده جزء ثاني يعني احنا شتموا خلاص يعني بس هي كانت حته كده يعني ما لحقوش يعني انتوا كده مريحين فاحنا ايه هنبتدي لسه بقى يعني احنا ان شاء الله من بكره القرعه مباريات البطوله لان انت لو عملت تنظيم وترتيب وجيت بقى في المباريات ما عملتش المتابعه المظبوطه في وقت البطوله الدنيا هتفلت منك. ف ان شاء الله اسبوعين يعدوا على خير ويخرجوا بالشكل اللي يليق بالنادي الاهلي وانا ثقتي فيهم كبيره يعني كلهم متمرسين ومحترفين في الحته دي يعني فربنا يكرم. فريق الطايره سيدات تقول لهم ايه؟ اقول لهم ان شاء الله ربنا يوفقكم وربنا معاكم ان شاء الله والبطوله دي تكون من نصيبكم واقول لهم ان على قد بقى تعب الناس اللي مركزين معاكم دول انتوا هتلعبوا ان شاء الله بروح النادي الاهلي زي ما دايما بتلعبوا بروح النادي الاهلي وباصرار النادي الاهلي وباذن الله يعني احنا بنحاول نوفر لكم كل الاجواء الممكنه لمساندتكم سواء بالحضور الجماهيري او بحضور الاعضاء النادي كلهم يكونوا موجودين في الصاله لان المؤازره الجماهيريه دي اكيد بتفرق مع اي فريق فان شاء الله احنا باذن الله نوفر لهم ده وهم كل بطلوب منهم يلعبوا بروح النادي الاهلي زي ما طول عمرهم بيلعبوا بروح النادي الاهلي فرقه من افضل الفرق اللي موجوده عندنا في النادي وان شاء الله البطوله هتكون من نصيبهم باذن الله. كلمه اخيره لمجلس الاداره اللي يعني انا عارف بيشتغلوا تيم وورك برئاسه كابتن عبد الخطيب. لا والله هم طبعا كلهم اخواتي الكبار يعني وبعتز بوجودي معاهم وزي ما قلت لك احنا علاقه بينا اخويه وود ولما يعني كل واحد فينا في حته بيساند انا في حته التسويق كنت بكلم مثلا ضماتي اقول له دومتي بص يعني وعلى طول اكتف معايا ويقول لي طب كذا يبعت لي رقم مش عارف مين ويكلم مين فبص يعني استاذ طارق قنديل برده بصراحه يعني انا هم كلهم يعني اخواتي وبيساعدوا وبيعملوا يعني ربنا يعني يوفقنا ان شاء الله. ربنا يوفقك ويوفق كل فريق التيم اللي شغال معاك وان شاء الله بطوله تليق باسم النادي الاهلي. نورتنا وشرفتنا يا رب. ربنا يخليك رب. فعلا دكتور سراج نورنا وشرفنا النهارده. كلمنا عن اجواء بطوله افريقيه لكره الطايره سيدات اللي هي هتقام ان شاء الله بدايه من يوم السبت في النادي الاهلي الافتتاح الرسمي يوم الاحد باذن الله على صاله النادي الاهلي. نتمنى من كل الناس الاطراف المعنيه اذا كان من يعني عاملين في البطوله او مسؤولين في البطوله او اعضاء او جماهير انجاح بطوله لاسم النادي الاهلي باذن الله اهلاويه ان شاء الله. شكرا والى اللقاء.